وصل وصل الهلف وصل الهلف وصل الهلف وصل الهلف وصل. ها منطقة كله دفع الإتاوة. فين أبو أحمد؟ فين أبو رامي؟ قوم يا كله دفع الإتاوة؟ كله تمام يا برنس، مفيش غير حمادة لسه ما دفعش. حمادة ابن مديحة؟ ليه إن شاء الله؟ ماسك عليا فيلا؟ بص على وش كده شكلي نانسي؟ وريني كده؟ ليه؟ أمال إيه بقى إن شاء الله؟ ما دفعش ليه؟ ليلة أهل صادق؟ يلا بينا. يلا يلا سعيد. النبي ده اسمه كلام، استحمى انا ازاي في دش بالمنظر ده؟ صغير عليا جدا، ما انا عملاق اعمل ايه؟ انا كان المفروض اعيش في البلد كلها عمالقه عشان ابقى طبيعي. الناس فاكره العملاق ده سعيد، انا مش سعيد. اتفضل الحور. كل شويه يعني لازم يتقط مستي عشان لا ما يم... وبص بص النبي بص النبي بص البشكير بص في نظري قد ايه؟ بس هو بشكير. انا عملاق اعمل ايه؟ دي حاجه بقت تزهق اهو، كل ما المس حاجه تتكسر. مش معقول العملاقه اللي انا فيها دي. مش هاخد دش، مش يعني انا خايف اكسر الحمام. اهو لازم اوطي، لازم اوطي عشان عملاق. لا حول ولا قوه الا بالله. ازيك يا ام عامله ايه؟ بلا نيله بلا امك بلا زيف. انت مش ناوي تغير لنا العفش الصغير ده اللي مش على مقاسنا؟ ياما العفش مش صغير، العفش طبيعي جدا. انت اللي عينك فيها مشكله. وبصراحه بقى انت مش عايزه تصدقي ان ابنك عملاق. عامل لك ايه؟ 100 مره ياما 100 مره اقول لك بطلي الزيتون، ضغطك بيعلى. ده مش زيتون، ده بطيخه بطيخه. طب اعمل ايه؟ انا عملاق، انا شايفه زيتون. تصدقي ما تصدقيش عملاق. ولا حماده ولا حماده. والنبي يا ابني ما تروح له، ده راجل مفتري. سيبيني يا اما بقى، سيبيني اخلص الحاره من شره. هو بمفتري انا عملاق، صدقي بقى. حماده ولا حماده. والنبي يا ابني ما فيش الا انت يا ابني. مين؟ انا اللي هلف يا. طب ممكن استأذنك يا معلم 10 دقايق اعمل 400 ضغط وانزل لك؟ هتنزل ولا اطلع لك؟ باب البيت ضيق عليك يا معلم. اديهوله. لا 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 يا معلم ما تعبش نفسك، انا انزل لك على طول بسرعه. يا حاضر حاضر يا معلم. اعمل ايه؟ حبكت معايا موت النهارده. هو فعلا هيموت هيموت. لا انا هضربه بايدي، انا هضربه بايدي. عملاق ياما عملاق. خلطوا معاتب عاطف بيرجع. خلي حد يشد عشان لو فضل المدلدل هيفضل يرجع. مساء الخير يا معلم. ما تثبتنيش يا ما اقدرش يا معلم. ليه توا فين؟ سوري؟ ليه توا؟ ليه توا حاضر؟ ليه توا تفضل؟ ليه توا يا معلم يعني المفروض بالعقد تاخدها من حد بيخش له على الاقل 7 جنيه في الاسبوع. لكن اقسم لك بالله انا وامي اللي قاعده جوه ديت يعني بناكل بكر كلينكس. يعني ايه؟ مصدقني يا معلم صح؟ لا مش مصدقك. طب اعمل ايه؟ كده دي امور شحاته. لا لا اعوذ بالله. ليه؟ انا مش حاتش حاجه، انا بقول لك ظروف يعني. انت عارف ياد اللي بيحصل اوامري؟ ها؟ عارف عارف يا عارف اللي بيحصل اوامري؟ عارف يا معلم. بيحصل له ايه يا؟ عارف يا معلم. بسمع طول الوقت انت والجماعه دول بتحلقوا له شنبكم. الله. وكمان شنب عيره. بس ايه رايك؟ اكيد حقيقي صح ولا لا؟ حقيقي جدا. حقيقي خالص. ها؟ ولا ايه يا معلم؟ انت بتتوتر ليه فجأة يا معلم؟ ولا عشان انا بتحول. معلش بتحول. لا ما تتحولش ما تتحولش، انا خدامك يا معلم. اخرك معايا ايه؟ مش عارف اللي تأمر انت بيه، انا هعرف انا اول اخري. انت مبارك ايه كده يا معلم؟ اعوذ بالله من غضب الله. ايه يا معلم اتكلم، انا قلبي هيقف. ما اشوفش وشك هنا تاني. امشي يا معلم اسيب الحاره. ما اشوفش وشك هنا ايه؟ تاني. انا ليه في ذكريات؟ انصرف عني. حاضر. السلام عليكم. امشي حماده.
حمادة حمادة يا ابن انت اصحى يا حمادة اصحى اصحى يا حمادة يا اسود اوعى تكون عفريت ايوه عفريت عايز مني ايه انا بعون الله اللي اديت الهبة من قوتي هسحبها منه واديها لك انت عشان انت طيب وابن حلال استنى استنى ما تفرططليش طيب وابن حلال ايه انت تعال بس تعال انت اديت الهبة قوتك ده انت يا دوب بتشتغل بحجارة قلم انت بتتكلم بجد بس جرب جرب انت جن قديم في الشغلانه ولا لسه جديد لا قديم قديم قوي طب اتنططت شويه من جرب يا اختي جن يا اختي يا اختي يا اختي يا اختي يا عسل عسل انا هعمل اللي انت عايزه عشان حبيتك عايزني اعمل ايه بس اسمعني حط ايدك في ايدي حاضر ومش هتخسر يلا اتنطط يا اختي اتنطط يا فيه ما دفعتش القطاوة ليه يا بص ياد في وشي كده انا الهلف يا يا حارة مسد الهلف الهلف امره مطاع ده هلف مين مين يخص عليك مش فاكرني هلف اللي ما يعرفك يجهلك يا كبير معلش العتب على النظر معلش دقق كده مين حماده المعلم حماده طبعا طبعا المعلم حماده بس انا عايز اسالك سؤال انت ايه اللي عمل فيك كده وبقيت عملاق ومجانس وحاجات حلوه قوي انا طول عمري عملاق انتوا بس اللي مش مصدقين انتوا امي احب فيك الاراده يا كبير احب فيك الاراده بس انا عايز اعرف يعني انت حضرتك عايز ايه بالظبط عايزك ده انا جاي لك شخصيا انت والصيع اللي معاك صبياني عامل لك ايه صبياني ده هقطع عمرك هبهدلهم لك بس انا اطلب منك طلب صغنن جدا والله مش هكتر يعني نزلني انت بس وشوف انا هعمل لك فيهم ايه حلو نزلني دي انا هنزلك انا عملاق ولا مش عملاق 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 ولا مش عملاق 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 ولا مش عملاق عملاق روح لهم ان انا عملاق عملاق يامه روح لهم يقول لهم ان انا عملاق عملاق يامه عملاق 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 يا حمادة يا حمادة حبيبي حبيبي وحشتيني شفت انا بيت عامل ازاي يا اختي بنت انت يا اختي يا اختي يا اختي جميله بلا كل الناس يا اختي جميله شبه الناس يا اختي بنت حبيبي انت بنت اقف مكانك
وكلام نورنا ونجاح ساحق لفيلم شعبان مبروك ابو العالمين حموده. تقول ايه للجمهور اللي جوه كله؟ ميرسي الاول يا انجي. بقول طبعا للجمهور يعني كلنا، اذا كنت انا او وائل احسان او الاستاذ يوسف معاطي او شركه الانتاج، كلنا تعبنا على الفيلم دوت عشان خاطر الجمهور، فرد الفعل الحمد لله الحمد لله. اول تعامل مع الكاتب يوسف معاطي، هنشوفك قريب تاني معاه؟ الحقيقه للاسف يعني انه اول مره، بس ان شاء الله بعد كده في اعمال باذن الله تكون مفاجاه باذن الله. محمد هنيدي النهارده بتفكر تعمل جزء تاني للفيلم بعد النجاح الكبير قوي اللي شفناه؟ والله احنا فكرنا في جزء تاني، بس الحقيقه في فكره جديده طلعت وان شاء الله تنفذ قريب، وهو نتحول لمسلسل باذن الله. مسلسل ان شاء الله. اشمعنى مسلسل؟ هيديكي وقت او يدي الاستاذ يوسف معاطي براح يتكلم في مواضيع كتير في المجتمع، فاهماني، شخصيات اكتر، وان شاء الله يبقى مفاجاه مش عايز احرقه. شعبان مبروك ابو العالمين حموده، اسم الفيلم طويل قوي. ما هو اسم طويل عشان بطل الفيلم قصير، احنا بنقول للناس كده، لكن هو اسم، هو كان جريء شويه، جربناه على الناس، في ناس انبسطت وناس استغربت، ولكن الناس استوعبت الحمد لله. عايزه اهنيك تهنئه خاصه مني ومن كل الجمهور اللي موجود، بنقول لك الف مبروك على فيلم شعبان مبروك ابو العالمين حموده. شكرا للنجم محمد هنيدي الحقيقي يا جماعه، الحقيقي جامد. شكرا ميرسي، برافو. ومعانا كمان دلوقتي المخرج وائل احسان، اتفضل. مبروك على الفيلم جدا. الله يبارك. طيب لو سألتك محمد هنيدي ايه اللي بيميزه عن بقية جيله؟ لا، كل ممثل له مميزات، ومميزات هنيدي كمان وشه البشوش. طيب عموما انا بشكرك جدا جدا بجد على وجودك معانا النهارده والعرض الخاص جدا لفيلم شعبان مبروك ابو العالمين حموده. بشكر جدا المخرج وائل احسان، واستنونا اكيد وعروض خاصه ثانيه، عروض خاصه جدا جدا، والنهارده كنا مع فيلم شعبان مبروك ابو العالمين حموده. اهلا يا استاذ يوسف، ازي حضرتك؟ موجود يا فندم. الاستاذ يوسف معطي يا استاذ. يا جو، ازيك يا حبيبي؟ وحشني. التصوير ماشي تمام الحمد لله. ايه؟ تتكلم بجد؟ دي فكره تحفه. عايز تعمل شعبان مبروك ابو العالمين حموده مسرح؟ الله عليك. وكده يا معلم ان عملناها ثلاثه، الفيلم والمسلسل والمسرح. انا موافق جدا، توكل على الله. اتفضل قدامي. ايه ده؟ ثانية. يا استاذ يوسف، استاذ يوسف يوسف معاطي المتهم الاول. المتهم الاول؟ خير يا فندم، في ايه؟ احنا شرطة الاجزاء. شرطة ايه؟ الاجزاء. انا مش فاهم حاجة، يعني ايه شرطة اجزاء؟ بعدين اتفضل. اتفضل فين يا فندم؟ في ايه؟ امشي. ايه يا جودة اللي بيحصل؟ يا استاذ اقول لك محامي؟ تقومني محامي وانا حرامي فراخ يا جودة، كلم النقابة. امشي. ايه ده؟ يا فندم في ايه يا فندم؟ مش فاهم حاجة. بعدين امشي. انا هرست يا جماعه، انا ممثل مش ارهابي. قدامي امشي. ايه الاوفر ده يا فندم؟ انا ابتديت اخاف.
انا قلت قدامي انا قدامي امشي امشي اروح فين ايه ده لا سوري يا حضره الضابط لو تكرمت انا بس مش فاهم انا هنا بعمل ايه في المكان ده اخرس انت لسه شفت حاجه قدامي هشوف ليه يا فندم حاجه انا راجل ممثل وليه انقابه وبعدين انا ما غلطتش في التمثيل كل اللي قلته انا الاستاذ شعبان مبروك ابو العالمين حموده يعني ما غلطتش في حد وسالت قالوا لي ان هنا قسم الاجزاء يعني ايه قالوا لي بيقبضوا على الممثلين اللي بتعمل كذا جزء ليه يا فندم بعدين بعدين لا مش بعدين استاذ اسماعيل ياسين عمل اجزاء ما حدش كلمه يا امشي حاضر انا مستغرب بصراحه وده استاذ صلاح استعداني صورته هنا ليه ايه ده انتوا قابضين عليه يا فندم يا نهار اسود استاذ صلاح سلامتك انا عرفت انا فهمت يمكن عشان حضرتك عملت ليالي الحلميه ثلاث اجزاء طب الاستاذ يحيى الفخراني كان معاك ما بقبضوش عليه ليه لازم نعمل مظاهره يا استاذ صلاح ده موضوع عجيب كان عامل ثلاث اجزاء اهو بعدين بعدين انا بس بعدين. يعني بحاول افهم انا مش مية. حاجه عجيبه بصراحه ايه ده استاذ نور الشريف كمان ايه ده يا نهار اسود استاذ نور حضرتك ماسكينك ليه فيلم حبيبي دايما كان جزء واحد صح يبقى عشان مسلسل الدالي عملته كذا جزء احنا مش لازم نسكت يا استاذ نور بصراحه ما يموتونا ما نمثلش بقى صح ولا انا عايز افهم بس يعني الجهه اللي بنتعامل معاها دلوقتي تبع وزاره الداخليه ولا تبع معهد فنون مسرحيه انت هتتجنن بعدين يا فندم حضرتك ما ينفعش كده انا ليه محامي طب حد يتصل باشرف عباي الله لا كلموا لي اشرف عباي يا جماعه بص ايه ده ايه ده ايه ده ارحموني يا ساتر يا رب انا مظلوم ده مين ده مظلوم ده الاستاذ محمود المليجي بريء لا ارحموني انا مظلوم انا بريء عم حسن حسني طبعا يا ريس ما انت ما شاء الله عملت اجزاء كتير لازم يقبضوا عليك طب ولع النور يا خبر ابيض الاستاذ غسان مطر سلامتك يا استاذ غسان انت مين انت مش عارفني يا ريس انا محمد هنيدي اللي عملت معاك فيلم امير البحار الله يبقى افتكرتني محمد هنيدي وغلاوتك عندي انا تروى الف سلام الف سلام عليك يا ريس سلامتك طب وجابينك ليه انت اللي عملت فيلم اجزاء ولا مسلسل اجزاء جاي في ايه يا ريس شياطين البحر فيلم شياطين البحر بتاع زمان ليه ايه اللي حصل فيه انا الكافتيريا قضيت كافتيريا كافتيريا قضيت كافتيريا كنت اعزم الشباب اللي معايا الممثلين محمد عوض ويوسف فخر الدين وحسن يوسف اسقيهم وطعميهم على حسابي خدت بالك وبعد كده خدت لوح شوكولاته بالبندق واجوستين روقت نفسك يعني روقتهم وروقت نفسي طبعا فطبعا قالوا لي ايه ده دي اموال الدوله وانت ما دفعتش يا ريس لا ما حسبتش البوفيه طب معلش يا ريس يعني الحق حق بصراحه الجماعه عندهم حق يعني فيلم انتاج الدوله ماشي بس ما تقعدش انت تعمل فيه ابو علي وتعزم محمد عوض ازاي انا عزمتك انت عزمتني عملت معاك فيلم امير البحار ما جبتليش فنجان قهوه يا راجل انا اللي طعميتك في القهوه انت طعميتي لا سوري مش قادر اتعاطف معاك يا عم غسان انا اسف يا سجان هتعمل ايه همشي واسيبك انا اتخنقت انا فاخد مظلوم يا راجل صلي على النبي خدني من هنا وعمل لي فيها فييس قوي ولا جبت لنا شايف الفيلم يلا يا راجل خد والله ما قاعد معاه سلام عليكم يا عم هنيدي سلم لي على الهام شهيد قول لهم يرحموني اهلا 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 الله يخليك اهلا وسهلا حضرتك فندم ربنا يخليك اتفضل شكرا يا فندم لا والله اتفضل على كرسيك لا ما يصحش يا فندم لا ازاي اتفضل متشكر اهلا وسهلا اهلا شكرا يا فندم معلش انا اسف تحت امرك طلب اخوي تحت امرك بنتي بس صفاء بتحب حضرتك قوي يلا تحت امرك ربنا يخليها ويحفظها ان شاء الله شكرا جزيلا شكرا اتفضل ميرسي جدا العفو اتفضل اقعد والله يخليني اقعد اتفضل اقعد ايه ده انه في يوم اسود واخضر على كل جاسوس متآمر تم مواجهة المتهم الثاني محمد هنيدي بالآتي ايه علاقتك بشعبان؟ شعبان مين يا فندم؟ شعبان عبد الرحيم؟ هنستعبط من اولها يا فندم مفيش استعباط ولا حاجة بس يعني انا طول حياتي معرفتش واحد اسمه شعبان اخ
اخ منكم انتوا يا فنانين اخ. هتكذب عليا؟ عايز تفهمني انك ما تعرفش حد اسمه شعبان؟ خلاص فهمني حضرتك، لان واضح ان حضرتك عندك معلومات شخصيه عني اكتر مني. طب يا سيدي، شعبان مبروك ابو العالمين حموده، ولا اقول كمان؟ ايوه يا فندم، شعبان مبروك ابو العالمين حموده دي شخصيه اتكتبت وانا مثلتها. ايه الموضوع يعني؟ بس كده ضابط ساذج، انا ساذج عشان اصدقك واكتب الكلام ده كله في المحضر. لا يا فندم العفو، انا ما قلتش كده، بس بصراحه يعني حضرتك مكبر الموضوع قوي، ده اوفر كده. ده يعني في ايه؟ انا مثلت الشخصيه، ايه اللي حصل يا فندم؟ ولا حضرتك بتشتغلني بقى؟ اشتغلك ضابط فاضي وما عنديش شغل عشان اشتغلك. يا فندم العفو، انا ما قلتش كده ولا اقدر اقول كده، انا تحت امر حضرتك. ايه الموضوع؟ ايه الموضوع؟ تقديمك للشخصيه دي فأكثر من عمل، فيلم، مسلسل، وبتسعاله في مسرحية. يا فندم حضرتك لازم تعرف ان ده مش قراري انا، في مؤلف وفي مخرج وفي منتج كده يعني. تقديمك لشخصية المدرس الفلاح القروي الساذج قاصد تهينه وتسخر منه في المجتمعات الغربية. لا والله يا فندم بالعكس، ما كانش كده خالص. تقديمك لأبناء الوزراء بأنهم مجانين، عابسين، لاهين، القصد منه خلخلت السلام الاجتماعي في المنطقة. يا نهار اسود ومنايل، ايه يا جماعة في ايه؟ انتوا مكبرين الدنيا ليه كده؟ لو سمحت يا فندم انا بطلب القبض على المؤلف والمخرج. لا يا حبيبي، الشيلة بقت كلها بتاعتك. الشيلة كلها بتاعتي؟ شيلة ايه؟ وانا شيل شيلة ليه اصلا؟ وايه الموضوع؟ قريت جرايد بكرة؟ لا يا فندم. خد اقرا بقى. بص يوسف معاطي كاتب ايه؟ كاتب ايه حضرتك؟ شعبان ابو العالمين حموده تاليف هنيدي، ووضعت اسمي مجامله. لا انا ما صدقش ان الاستاذ يوسف يقول كده. ماشي. طب ايه بقى رايك في الفيديو ده؟ اللي انا بحبهم يعني. ايوه. ايه؟ هنيدي اتمسك. انا بصراحه في الفتره الاخيره ما حبيتش اشتغل مع هنيدي شويه. يعني هو برضو تحس ان كده في تقل، في مشاكل يعني حاصله بينا وبينه. وبعدين الحمد لله يعني ان انا حتى رفضت الفيلم الاخير اللي هو بتاع شعبان رمضان مبروك ابو العالمين حموده ده، وقلت له يعني الفيلم مش مناسب معاه يعني. فالحمد لله يعني. بصراحة أنا حتى كمان قابلت النجمة محمد هنيدي وقلت له، حذرته كمان، قلت له اوعى إياك والأجزاء، لأن الأجزاء ده شيء وحش جدا، ده ناقص كمان يطلع لي في الإذاعة، يعني مش ممكن فيلم ومسلسل، لا 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 لا، شيء بجد مؤسف جدا. وتهرينا على مدار السنين من ليالي الحلمية للداري لكده النسا، لا فكرة بجد سيئة جدا، لازم خلاص تنتهي بقى، ادمت قوي. كفاية ولا نقول كمان؟ لا كفاية يا فندم، رغم اللي أنا شفته وسمعته من الزملاء ده مش دليل قاطع للإدانة. لا ارتاح الذكاء، بس انا عندي قفله في الموضوع. ايه رايك في البوستر ده؟ جبناه من قدام سينما مترو، تاليف محمد هنيدي، اخراج محمد هنيدي، انتاج. كفايه يا فندم كفايه، ارجوك كفايه، متشكر قوي. يمكن الحاجه الوحيده اللي حصلت في المحنه دي ان انا عرفت الزملاء كويس، متشكر جدا يا فندم. يا فندم انا بعترف لحضرتك ان انا صاحب كل الجرائم دي، وانا اللي انتجت والفت وعملت كل حاجه، وانا كنت وراء اصرار فكره ان احنا نعمل اجزاء. لحضرتك انا هشيل كل الموضوع، وانا مع حضرتك، ويا ريت تكتب في محضر رسمي ان انا بعتزل التمثيل، لان انا ما يشرفنيش ان اشتغل مع زملاء يبعوني كده. ممكن اقعد مع نفسي شويه بعد اذن حضرتك؟ خد وقتك. شكرا. ده فظيع فظيع فظيع. مالك؟ ايه ده يا فندم؟ سوري. لا مفيش حاجة، أنا عايز أروح بعد إذن حضرتك، أنا واضح إن أنا مجهد. شكرا على كل حاجة. شكرا يا فندم. شكرا، ربنا يخليك. فرصة سعيدة يا فندم. شكرا. أنا أسعد. الله يخليك. يا ريت بعد إذنك. تحت أمرك. طلب أخوي. أمر. بنتي صفاء بتحب تكتب الواجب بالقلم الأحمر. اتفضل يا فندم. اتفضل، ربنا يحفظها، أجيب لها كرتونة إن شاء الله. شكرا. العفو يا فندم. أختها ابتهال. آه. بتحب تكتب الواجب بالقلم الأزرق. ربنا يحفظها يا فندم. شكرا. شكرا. بعد إذن حضرتك. شكرا. طب مفيش حاجة ليا؟
حاجة زي ايه؟ تذكار يعني حضرتك؟ يا ريت. تحت امر حضرتك، بس تصدق انت راجل محترم، انا هديك حاجة غالية عليا جدا. لا لا يا فندم، والله والله لا تلبسها، ارجوك ارجوك. شكرا جدا. شكرا. السلام عليكم. قلبي حاسس انه بريء. عشان هيدوس عالشوك. ايوه شعبان مبروك، شعبان مبروك، هو ما فيش غير شعبان مبروك، شعبان مبروك، يعني ما فيش غير شعبان مبروك، شعبان مبروك. جيب ايدك على الطبلة يا هلا، حلو حلو، ارقص يا هلا وافرح. يا لهوي، ايوه 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 ايوه، يلا. ايوه وعشان هيدوس عالشوك. ايوه دوس يا ولد، دوس عالشوك زي استاذ. ايوه 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 ايوه، يلا جيب ايدك على الطبلة يا ولد، حلو حلو. شعبان مبروك، شعبان مبروك، هو ما فيش شعبان مبروك، شعبان مبروك، يعني ما فيش غير شعبان مبروك، شعبان مبروك.
اسمه بابا. بابا مين انت هتصيعي؟ ده مسجل وكان عليه 600 قضية اغتصاب جمال. بابا؟ ايوه بابا. واسألي بقى ماما مين بابا وكان بتروح فين ومع مين في الكهف اللي في اول الصحراوي. اصحي اخدتي لتخوني ولا تشوفوها لنيلة نهارش الفيلم من اول وبعون الله هنعمل معاكم الصح. هاتي ده سكر حلوة الدنيا سكر شرارة سكر حلوة الدنيا سكر لا 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 ميلة خلي الدنيا جميلة جميلة. الله 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 والله الدنيا تبقى جميلة ان شاء الله. خلصت الزفت اللي بقالك ساعة بتلف فيها دي؟ مش عارف معقرة معايا ليه رسلة حلواني. ايه شكلك بتحب يا حلواني؟ شكلي بحب يا لهوي ده انا غرقان في الحب يا اشرف غرقان. طب ممكن سؤال؟ اسأل حبيبي. لو القردة بتاعتي مغلباني اعمل معاها ايه؟ الايه؟ القردة مغلباني اعمل معاها إردة. ايه؟ القردة قوم ياض من هنا وما تكلمش معانا في الرومانسيات. قردة ايه ونيجي في ايه؟ والله انا مش مصدق نفسي. حلواني حلواني هيتجوز. أيوة وتبقى حلو. زوج بقى وبكرش وتهمل بقى في شياكتك وفي تسريحة شعرك. ليه التشاؤم ده يا ابني؟ ليه؟ ما انا اشوفكم برضه مرة في الشهر بتاع. انتوا صحابي واخواتي وبعدين الاستقرار يا جماعة. ولا هعمل في شكلي ولا حاجة، شكلي وميلة ايه؟ وانا لينا شكل؟ ما احنا مبرطعين في الصحراء والرمل والناس حبانا وخلاص. انت طول عمرك شيك يا حلواني. الله يخليك، الله يخليك يا اشرف. بس هيبقى في التزامات، هتعمل فيها ايه؟ التزامات في ايه يا ابني؟ الاكل اي صيدة بتيجي كلنا بناكل مع بعض، احنا كلنا 45 واحد. اللبس مراتي هتضرب الجلدة وتمشي، يعني مفيش تكاليف، انا مبسوط، شجعوني. صح. فرحك عندي. حبيبي حبيبي عقبالكم عقبالكم. بس هتسكنوا فين يا حلواني؟ يا عم هنترمي ورا اي جبل، انت شاغل نفسك ليه؟ انا سمعت ان في كهوف في حدائق الادغال حلوه قوي. لا غاليه موت وثلاث ارباعها نصابين، خليك في حالك انا هتصرف. وهتخلي بقى مراتك تشتغل يا حلواني؟ طبعا تشتغل، انا راجل متفتح، تنزل تصطاد معايا، وانا طول النهار اجري لوحدي في الحر، هي تنزل تجيب ارنب خروف اي حاجه للبيت. ولما تشتغل يعني هتبقى راجل انت ازاي في بيتك يعني؟ لا دي حاجه ودي حاجه، راجل في بيتي دي قصه ثانيه وانت عارف ان انا راجل. انا متفق على كل حاجه، هتمشي على اللي هقوله بالملي، مفيش هزار، مش تضرب لي جلده وتمشي بقى بكتف عريان في الصحراء وفي وسط الجمال والكلام الفاضي ده، هتمشي هي واهلها بالجزمه، يعني سوري يعني، لا 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 مفيش. الان قال ما يا ابوها يا حلواني. يا جدع ابوها مين؟ انت شايف الفيلم ده بيتدرب على قفاه وتافه، ما تقلقش. ايه ده ايه ده؟ ايوه هي دي حلواني؟ لا مش حلواني. مش هي، لا مش هي، لا هي في غيرها في القبيلة. مش هي، اسمع كلامي، هي بنت خالتها افتكرتها، هم أصل العيلة كلها شبه بعض. امشي يا بت امشي، روح قولي لها أنا جاي بعد شوية. يلا امشي امشي. قوم فين؟ شكلها هي شكلها هي. طب ممكن أقعد مع أصحابي شوية؟ يلا قوم فين؟ أنا مش قلت لك بطل القرف ده؟ حاضر حاضر. أنت قاعد معاهم تاني؟ حاضر حاضر، ما هم اللي بيجوا يندعوا عليا وانا باجي من نفسي. وسع. حاضر يلا. حاضر عادي يا جماعه، ما فيش حاجه، هي بتنسى فجاه، بس هي اما تعشروها هتحبوها والله. حاضر حاضر حاضر. اتفضل. ليه زعيق قدام اصحابي؟ ليه انت مزود معايا في الكلام؟ مش بزود ولا حاجه، بس انا قاعد مع اصحابي شويه، ما فيهاش حاجه يعني، ممكن اقعد خمس دقايق. انت ازاي تطلع من غير ما تستاذن؟ كل ده هزار، كل ده هزار، خلي بالكم كل اللي بتقوله ده هتلاقوه في الاخر هزار. تعرف بس البنات يعني بيبقى دمهم تقيل في الخطوبة شوية، فاكرة ان دمها خف. حلواني اتلم. هتلمي في ايه؟ طب ممكن اسبقيني وانا هحصلك، انا هحصلك. اتعادلي مع المناظر الزبالة دول. لا دول مش زبالة، دول اصحابي، لو سمحتي كده كتير او اتفضلي. بص على اشكالهم والزفت اللي بتشربوه جت كل قرف. احنا ما بنشربش حاجة واشكالهم ما هي نفس اشكالنا. لما تنسى يا حلواني دول صحاب. بس بقى كده كتير قوي. ايوه اصحابي ولازم تحترميهم. اتفضلي اتفضلي، شوفي شكل ابوك احسن. قشطة يا شباب. يلا وديني. اوكي اتفضل. عادي كل ده. اتحرك. محدش شايف حاجة؟ جات كل قرف. مش قلت لك يلا غمي لي عليا الحالة دي. وعرفنا سيد الرجال، عرفنا عيد الأعياد، عرفنا سيدي. ولا ايه ده؟ ولا قوم روحوني. ايه يا حلواني؟ قوم روحوني، البت دي انا مش مطمن لها. وبعدين ابوها ابوها شكله شام خبر، انا شايفه جاي هو ناس من بعيد. قوموا تعالوا معايا. ده ابوها الهايف عمل كل ده؟ ايوه الهايف. مش حذرتك من ابوها حلواني؟ سيدي حذرتني، طب اعمل ايه؟ قوموا امشوا معايا كده عزوه وارجعوا تاني. وحياه ابوك ادي الجواز اللي بناخده منه. هتقوموا معايا ولا مش هتقوموا؟ مع نفسك يا حلواني. حاضر حاضر ماشي ماشي، على الله اشوفكم في الفرح. ماشي جاي.
وعرفنا سيد الرجال عرفنا عين الأعياد عرفنا سيد الرجال عرفنا عين الأعياد عيني عليك يا حلواني يا حلحب طحالب دي حلوة قوي يا ناس يا هو يا نهار اسود ومنيل حد يغتني مين هيغتني مين هيغتني اصلا اذا كانت الدنيا فيها 24 واحد وكلهم قرايبه عاجبك عاجبك اللي بيحصل ده من ابوك وامك اسكو صافي سي مي بارون بارون وي ماشي خليك انت دايما في صف اهلك خليك هينفع ايه ده بيشمني ليه انا عايز بكلب ولا ايه حبيبي دول بيحيوك دم كمان بتشمين دي التحية عندكم في الأسرة؟ حيوة لازم أرد التحية صح؟ لازم طبعا ده حماية حبيبة حماية استغفر الله العظيم يا تعالي ريحة أهلك وحشة قوي سوري أنا آسف بس فعلا فعلا قذارة إيه ده؟ جاري طول النهار بشوفهم أنا رمح في الصحراء والتراب ولا دوتش ولا زب خلصني بقى عشان هرجع في الجوازة دي فكني انا عملت ايه عملت حاجه غلط انا عملت حاجه غلط في بنتك انا جيت دقيت الكوخ ودخلت وقلت عايز الحلال جوزاني ايه يا حلواني انت عايز تقعد مع بنتي في الداره واسيبك تقعد مع بنتك في الداره انا بقعد مع بنتك في الداره بس دي بني ادمه زيها في ناس تانية بتقعد مع جمال ها مش عايز انا سياح لك ها الولاد دي خيلاني وقلقان هي بتيجي كده كتير ماما مالها سما ماما ليكم سا ليكم سا طب ماشي انا بفهم بس يا ولية اثباتي بقى الله يخرب بيتك ابوس ايدك انا يعني بص اقر يا حماية طلباتك وانت هتقضي على مهرها بداية ابن البداية بداية ابن البداية يعني انت فضائي ابن فضائي من انت بدائي بل انا عايز اقولك على حاجة المارينا الابلكاش دي ما تحطهاش على كتفي ابدا لو تكرمت انت ده بالنسبة لك دراع ده موضوعك انت كلمني ببقك ده حتى بق كلمني كده ما تلمسنيش بس اسف المكسر وريني بقى شخل جيبك هتعمل ايه ايوه ادفع واشخلل وعندي مهر 100 الولية دي خيلاني قوي يا ما كلمي امك ما كلمي امك مامي بس مامي بس ده اللي قدرتي عليه يا عم خلاص ما تقعدي بقى اقعدي بقى دوختيني بقى ده ايه ده انت عايز ايه مهر ايه ونيله ايه بقول لك عندي جمال عندي جمال وانا هرشك ها ايوه تحب انت تركب جمال انا عارف انا عارف عايز ايه عايز ايه اكتر من المفاجاه اللي انا هقولها لك يا عمي انا ان شاء الله هبني لها بوابه بشتغل فيها من اول ما اتولدت يعني مش كتير يعني ما كانش في حد على الارض جمعت كل جنوز الارض من جواهر وعملتها في البوابه دي هقدمها لها يا وليه اقعدي بقى اقعدي بقى هقدمها لها هديه ايه رايك بوابه يا حلواني ليه يا عم في ايه ده انا ودني اهي وانا واقف جنبك في ايه احنا جد نجري ورا بعض ما تتكلم عادي يا عم عايز مني ايه ايه اللي في الكلام؟ ايه اللي في الكلام؟ لما تقدم لها عريس وكان تبني لها كمباوت هتبني لها انت ايه؟ يا حلواني هيبني لها كمباوت ولا كمباوت ولا نيله؟ بقول لك ايه؟ بص هبني لها كمباوت ورحمة امي انت لو ما ثبتتي لا ادفنك في هنا، هدفنك قدام الحيوان اللي انت متجوزاه ده، مش هيهمني حد، كلها هتثبت يا حاج بقى لو تكرمت، ده كده كتير، هنبني لها زفت كمباوت، في اي طلبات تانية؟ الموقع موقع بتاع ايه؟ بتاع كمباوت موقع ايه ولسه في دنيا ما كل اللي قدامك ده موقع هتفرق ايه الارض دي من الارض انت اهبل بص في الصحراء ونقي وانا هبني لك تامر بحاجه تاني ايش يا عسل ظبط نفسك وكلمني يا حلواني ابوك يا عسل ابوك شربات على فكره هو يبان ضخم ومرعب بس هو تافه جدا 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 ايش يا حماية انا ماشي طلع صحراوي غوري في دهري غوري في دهري ميرسي بابا امسك الكليه دي ولا ارميها في اي وادي بص صاحب امك ازاي لا حول ولا قوه الا بالله خلصيني بقى خلصيني اخيرا هنتلم في كهف واحد اخيرا اوعدك مش هبني لك كومباوند بصي طول ما انت ماشيه كل اللي انت شايفاه ده هيتبني وهيبقى بتاعك يعني هقول ايه انا ماشي بس مش وداع وهحييك بتحيه ابوك وامك انا عرفت ان انت بنتهم انا عرفت طب هما ناس كبار وكبروا في الصحراء وتهطلوا عادي ينسوا يستحموا لكن انت لسه صغيره وعروسه يعني المفروض ده ما ينفعش استحمي في ورا الجبل دوت في وادي روحي اترمي فيه روحي واضح لازم افكر في الجوازه دي سوري باي باي وهتصرف بعدين باي باي ده انا هرجع في العيله دي ايه القرف ده
النهارده يا حبيبتي هيكتمل حبنا وتكتمل فرحتنا بافتتاح البوابه العظيمه اللي انا عملتها لك. هتنبسطي وابوكي هينبسط ان شاء الله. اهو شرف اهو. قولوا لي امك جت معاه برضه. اهلا وسهلا. ابوكي ماشي ورا جنازه ولا ايه؟ اهلا يا حمايل. اهلا. مين الجماعه؟ اهلي واهل العروس. دول اهلك؟ اه حبيبي اهلي. ملك متنكه قوي كده، ايه المستوى ده؟ اهلا وسهلا، شرفتونا، تشرفنا، فرصه سعيده. اهلا وسهلا. حييهم. ما انا حييتهم. اهلا وسهلا. لا شمه. شم مين؟ استنى يا اخ، استنى يا اخ، انتوا كانوا شم مين؟ دخيلي. لا لا لا، موضوع الشم ده كفايه ابوك وامك. بص يا عم، طول ما انا متجوز بنتك الطقس ده انا مش هعمله، مش هشم حد عشان خاطر. تعالى. خرب بيت ريحه خالك على عم. ايه التقليد النيل ده؟ ومين العبيط ده كمان؟ عمي. اهلا وسهلا. مش هشم الراجل ده. هو هيشم. خلاص 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 يا عم. ايه ده ايه ده؟ لا في حاجه غريبه في العيله دي، يعني الشم بالنسبه لهم حاجه مهمه. ايه التحيه الغريبه دي؟ تراديشن عندنا. تراديشن عندنا. اهلا وسهلا، شرفتونا ونورتونا. خير؟ جايين الفراد وعلى الكمباوند. على ايه؟ على الكمباوند. ابوك لسه مركز في الكمباوند. كمباوند. اه اوعى تفتكر ان انا نسيكي. ايوه اهمدي عشان هدكك في الارض هنا. انا صحيلك، انت مقصره فيا جدا. بقول لك ايه، تعال اقول لك. كومباوند ايه؟ انت قبل ما بتدخل كومباوند بتدخل منين؟ بوابه. خلاص انا ابتديت بالبوابه، والكومباوند ده بعد كده بقى ابني انا وخطيبتي طوبه طوبه وزلطه زلطه الموضوع ده، لكن مش بسرعه كده. ولا ايه راي حضرتك؟ سيل تبلي بابا، سيل تبلي ديوي. مبروك. الله يخليك. بس انا عايز اقول لك حاجه كمان، نصيحه، ان انا بقيت زي ابنك دلوقتي. انسى موضوع الفرح ده خالص. اسمع كلامي، تكلفه على شايفك شايفك شايفك. ارجعي، انت بتستنيني اندمج وبتستحلبي زي السحليه كده. اقف في مكانك، امسك الولاد دي. مصاريف بالاونطه، مش هنقعد احنا نكلف ييجوا الصيع الحراميه دول ياكلوا، دول عايزين 40 بقره. اسمع كلامي، انا ما بحبش الفصال، بلاها الجوازه دي. لا يا بنت، استنى استنى بس استنى يا عم. بلا ايه ده؟ ابوك بيقفش ليه كده يا عم؟ اهدى. خلاص هنعمل زفت فرح. مبروك. ابوك بيعمل ليه؟ ايه الحركه دي؟ احنا اتجوزنا. تتكلم بجد؟ اه. هو كده يعني اتجوزنا؟ اه. انت عندكم كده اتجوزنا؟ كده اتجوزنا. تتكلم بجد؟ مع اني عايش معاكم في نفس الجبل واول مره اعرف الموضوع ده. طرقعه واحده جواز؟ ولو حبيت اطلقها ثلاث طرقعات صح؟ ايوه صح كده. حلو ده، خلي بالك اي حاجه هتخنقيني هطرقع لك على طول. ايوه. مبروك يا عمي، مبروك يا حماية، ألف ألف مبروك حبيبي. مبروك يا حلوان. شايفك شايفك شايفك، ارجعي مكانك. بقول لك إيه، بالمناسبة الحلوة دي بقى، تعالى نفتتح الشريط بتاع البوابة. ها؟ نفتتح الشريط. هات السكينة، وأنت واقفة مكانك، عارفة لو خطيتي خطوة أرطم لك رجليك. هاتي ده، أنت روش. سيبي أولية. الأولية ده أنا خاف منها. والله العظيم أمك شكلها في الآخر هتطلع مش حقيقية وهتفاجئنا وهتطير. اسمعي كلامي. لا مش مننا. بص الناس كلها حاجة، بص هي غريبة، ربنا يستر دي ما تدخلش البيت على جثتي. ممكن نفتح البوابة؟ نفتح البوابة. مبروك يا مدام، مبروك 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 يا جماعة. مبروك مبروك مبروك. اتفضلي اتفضلي اتفضلي. يلا مبروك يا ألف مبروك. أهلك يا عرو يا عرو، مش بهزر، سوري يعني. ما إيه ده؟ لا they are very nice. نايس إيه؟ مليت إيه؟ كله رفيع مش لاقي ياكل وهدوم مقطعة. بقول لك يا حماية، تعالى عاوزك تعالى عاوزك. أيوة حلواني. لا ثانية بس، الناس دي راحة فين؟ رايحين يخشوا جوه البوابه يهببوا. ايه يتفرجوا على ايه جوه؟ مفيش حاجه. يتفرجوا على ايه؟ فانت بعتهم كده؟ اي هبل في الصحراء وخلاص. في جوه تعابين، خلي بالك. ما احنا بناخدها. طب الف هنا. بقول لك ايه، انت عشان طلعت وجدع معايا ووافقت على كل طلباتي، انا هعمل لبنتك احلى فرح. ايه رايك؟ مبروك يا حلواني، مبروك. ما تحطيش ايدك عليا، مش ايد دي. الف مبروك الف مبروك. مع السلامه. مع الف سلامه. روح شمهم شمهم بعض لحد ما اجي لك. انا هاخد بنطه كده في الصحراء انا وعروستي. معاك الله. اصحى ولا 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 ولا. كل هدو فوق، كل هدو فوق، كل هدو فوق. وفين السقف يا رجاله؟ الحفله لسه شغاله، ومش هنقول اسامينا عشان احنا عدينا في فرح حبيبي واخويا الحلواني. جينا وهنينا. كل هدو فوق، كل هدو فوق. اللي يحب حلواني يقول ايه، يحب حلواني يقول ايه. حلواني يعني الرجولة، حلواني يعني ابن النيل، حلواني الحي هنا كل جبل في المنطقة، وكهف كهف
وطول ما العجلة شغالة الكهف بيجيب رجالة. وبالحقيقة عروستنا الجميلة فتاة الوادي، فتاة الجبال، فتاة الليل، صاعدة الثعابين، منار الجيار، وكل اللي يحب حلواني يقول ايه اصحى. مبروك يا حلواني، الله يبارك. مبروك يا عروستنا، الله يبارك. قاعد الليل وراك دي قاعد مراتك قاعدها. انا دلوقتي هعرفك على عيلتي. لما انا شفت عيلتي كنت مشفتيش عيلتي. ناس طيبين قوي 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 غير اهلك خالص. دول اتنين ولاد خالتي، اول اتنين اتولدوا توأم راكبين فوق بعض، لا بياكلوا ولا بيشربوا ولا بيتكلموا. هما الاتنين طول الوقت يا عيني يرتاحوا تحت الشجره يلعبوا في تقوم بعض كده يعني. باي 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 باي. انبسطوا انبسطوا انبسطوا. العروسه وما بيتكلموش ولا حاجه، هما راكبين على بعض كده وبيلفوا الصحراء ليل ونهار يعني. طيبين قوي طيبين قوي. اهلا وسهلا، شرفتنا شرفتنا. هو مين ده؟ ده ما اعرفش، بس يعني ابويا لما اتقتل بالحرب الاخيره ديت وهو بيموت قال لي خلي بالك من عمك، فيعني نورت. بس راجل طيب. ها هاي هو ها ها نورت يا عم نورت. ده مين شو بقى؟ التافه بتاع العيله. امر امر وقعدته جميله والعلم بزنسمان كده. ها معاه توكيل عظم. بصي بصي الانواع. بصي اوعى تكون جايب لنا هديه بسيطة كده. لا ده كتير قوي كتير. ليه طلب تاني؟ اؤمر يا مش واحد صاحبي هينحكنا كده سوا مع بعض. يلا يلا حبيبي. هو هيطول شوية. ميرسي. حبيبي حبيبي عايزك تولع الفرح. عقبالك عقبالك. تعالى ما تتكسفش، تعالى ما تتكسفش. ده ابن عمتي. مخلوق بيضحك على طول. فظيع. بصي بصي لو سكتنا احنا بصي هو يعمل ايه؟ حاجة ظاهرة في الجبل، ظاهرة ظاهرة. وبرضه مش تافه. تاجر جلود من لو. بصي بصي جايب لك ايه؟ هدية بسيطة. تعبت نفسك يا اخي. متشكرين. عقبال ليلتك. الله يخليك حبيبي. مبتسم على طول جميل. انت شايفة عيلتي فين البوفيه؟ وفين اللحمة؟ ده الفرق بين عيلتي وعيلتك. شايفة ابن المفجوع ابوكي ده؟ اتفضل خد الخروف ده لوحده. يلا ازقز فيه واحنا هنجيب للناس. ابوكي بصراحة يعر. بابا ايه؟ يعر بصراحة. اصحابي هيعرفوا يغني هيدلعوا لك الفرح. ما تخافش. بتغني انت يا حبيبي انت حلو قوي. تكلمي بجد؟ اه والله والله. لا غني عايز حاجه تاني. يلا غني. حبيبي حلواني يا حلواني. اوكي فاكرين الجو بتاعنا؟ الاغنيه اللي كنا بنقولها واحنا في واحنا رايحين الكبرتان بتاعت الاتوبيس دي. ايوه فاكرين. يلا واحد اثنين ثلاثه. بدائي 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 بدائي. أموت أعيش ما يهمنيش، أموت أعيش ما يهمنيش، أموت وأعيش ما يهمنيش، أموت أعيش ما يهمنيش. يما يابا سمعني
زغروطة تحية عساوين. يا كومباوند الحلواني يا كومباوند. بحبها يا هو ريحة حلوة بزيادة خيرها فايد ولا ده بس عيالي ولادي الهرمة ما صنوش النعمة يا سادة. ريحة حلوة بزيادة خيرها فايد ولا ده بس عيالي ولادي الهرمة ما صنوش النعمة يا سادة. والأخ منفس على أخوه على فوق يا كومباوين يا كومباوين يا كومباوين يا كومباوين. شباب حلوين شوفوا كده فتشوا اليوم ما فاضلش غير البوكسرات تلعبوا عليها. يا كريم يعني انت مش ناوي تستجدع معانا وترجع علينا حاجه من اللي احنا خسرناها؟ لا مش ناوي استرجع ولا ارجع حاجه. بقالك بتلعب معايا كام سنه؟ 65 سنه دلوقتي. عمري رجعت لكم جنيه؟ مش همشي لما ارجع اللي خسرت. لا جدع ده كريار وريني هتاخد فلوس ازاي. ايه بقى كريم يا جدع؟ ده احنا اصحاب يا جدع وعشره عمر يا جدع. الله ده احنا اكتر يا جدع. ده احنا حوار استمرتش ده عملناها جدع. ايه ده 40 جدع في الموضوع. ايه يا جدع يا جدع يا ايه انت بتنقط يا عم انت ولا حوار اسطنبول ولا بتاع كل ده كذب. انا مختلف عنكم تماما يا جماعه. بص على الشعر. حد عنده الشعر ده بتاع كريم ها؟ حد عنده البنات اللي بتتهافت يا جماعه؟ ركزوا ان انتوا قاعدين مع كريم. عيب. احنا خسرنا لكن الخساره مش عيب. لكن يا ترى انت فكرت لحظه واحده بس هنعمل ايه بعد ما نبطل لعب القمار؟ انت واخد الموضوع بمأساويه ليه كده؟ تصدق مفيش حاجه نعملها؟ ايه ده مفيش اي حاجه حرام نعملها تاني؟ حتى المشروب خلص خمره وشربنا وقمار ولعبنا. عايزين نعمل حاجه شمال كده. بقول لكم ايه؟ نعم. احنا كدبنا على بعض النهارده؟ الصبح. صح الصبح. طب جبنا في سيره الناس بالنميمه؟ بعد الظهر. تسع اللي قاعده معانا انت مقرف كل حياتنا. اي بس عرفت الموضوع. ما تحرشتوش بأي واحدة النهاردة؟ لا لسه. بس هو ده اللي فاقر الموضوع. هو ده. يلا شوفوا بقى بنت أي بنت رايحة جاية كده وتحرشوا بيها وأنا أظبط لكم الموضوع. طب يلا. إيه مش تيجي معانا ولا إيه؟ أنا أراقبكم وأظبط لكم الدنيا. يلا. يلا خلي بالك بس الشمس عشان الدنيا نار بره. يلا على مقلوبكم. الله. بس احنا هنخرج ازاي في المطره دي؟ يا جدع مطر ايه ده؟ وانت احنا اللي عاملينه. ايوه يا كريم بس ده في رعد وفي برق. ايوه لما نعمل مطر لازم نعمل رعد وبرق عشان يبقى 100 100. طب والزفلات ده يعني نعمل فيها ايه؟ ما تعقدهاش بقى. بقول لك ايه؟ لو قابلته بنت حلوه اوعى انت تتعامل معاها. شكلك تاجر بصل ما تفضحناش. يعني المطره دي مش بتبل؟ لا بتبل يا اخويا. يلا بقى يلا 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 لغوني على طول. قشطه سلامه. يلا لو لقيتوا بنت حلوه كلموها عن شعري. ها قولوا لها تعالوا شوفي شعري كريم. قشطة. ياه خلاص يا بابا هانت كلها اسبوعين وابني لك الكوخ بتاعك في الاحراش والادغال. امتى بقى يا تيفا امتى؟ خلاص انا مش قادره استنى. هانت يا بابا الا بالحق. انت بتحب الاحراش ولا الادغال؟
اشمعنى يعني يا تيف؟ الأحراش خضرة أما الأدغال صفرة. بموت فيك عشان انت فهيم. يا حياتي. قلنا كيه الوقت خد، خلينا نمشي خلاص، الساعة داخلة على 3 بالليل. بطة انت حبيبتي خطيبتي، أنا من حقي إن أنا أسهر معاك وأسافر كمان معاك. تسافر معايا يا تيفا؟ هو أنت حالتك تاكل يا أخويا؟ بقولك إيه، خلينا مش أحسن، أنت عارف أهل الحارة عاملين إزاي، البت مننا لما تتأخر بعد الساعة واحدة بتتلط. ده تخلف ورجعية. نعمل إيه بس يا تيفا نعمل إيه؟ هما كده اتركوا بيموتوا في الكلام والمسلسلات. بطل عشان خاطري عايزك تقعدي معايا شوية حتى نسقوكي عناه. طب ممكن المرة الجاية؟ على رأيك. يلا بينا نرجع. يلا بينا. ايه ده شايفين الصاروخ ده يا جدعان؟ اوبا اوبا اوبا، مين البنت الجامده دي يا كبير؟ انت مش عارفها؟ دي البنت فاطمه جول. فاكر عم جول كان بيبيع ترمس على الكورنيش زمان؟ دي كبرت وحلوت قوي يا ده كريم. ايوه بس عيب يا جدعان، دي بنت قريتنا، عيب، ما ينفعش يحصل كده. ابوها راجل كنا نعرفه. بصراحه انا مش موافق، بس هي حلو، هي جامده بصراحه. يعني ايه يا كيم، مش هنتحرش النهارده ولا ايه؟ لا انتوا براحتكم، انا مش معاكم بصراحه، بس كده كده هي جامده صاروخ. ايه رايك؟ حلو. ايه المنظر ده، انت رايح تتطاهر ولا رايح تتحرش؟ ما تخليك محترم، شكلك وحش قوي. مش انت بتقول ان اتحرش؟ حرش يوم اتنيل، ايه البس حاجه يا جماعه. انا مش موافق بصراحه برغم جمالها. لازم نتحرش كيمو، دي ضحكت يعني بنت شمال. هي اي واحده تضحك تبقى شمال يا جدعان؟ عيب عقله. ايه الجمال ده، ايه الجمال ده؟ بصراحه انا مش قادر، انا دايس. مين معايا؟ انا معايا. لا انا ماليش دعوه، اتفضلوا اتفضلوا، تعال تعال تعال. انت بيعتين شوكي رايح يتحرش. بنت بطة، ايه الحلاوة دي يا بنت بطة؟ تيفا انت عارف انا بحبك قوي وعايز افضل معاك ليه صح؟ عارف يا بطة، عشان انا بكر ملك. خلي اي متحرش من دول يتحرش بك ولا الهاتشو بسنانك. بقولك يا دكر، انا هجيبها لك من الاخر عشان انت الرجولة اكلاك شكلك. الشباب الحلو ده جاي يتحرش بخطيبتك، في مانع؟ لا يا فندم مفيش اي مانع. في اي اعتراض في دماغك؟ لا يا فندم مفيش اي اعتراض ولا مانع. ده معلش عشان القعدة عائلية بس، فشوية نفس بقى. تسمح لي امشي؟ انا لسه بطلب منك يا شكرا يا فندم. الله يخليك، مع السلامة. مصطفى اشكرك، انت متعاون. ما تشكرنيش انا، اشكر بطل بالحق. معلش يا فندم. اتفضل. يا ريت حضرتك تديها الدبله بتاعتها، انا معايا واحده تانيه. انت ابن حلال. شكرا يا فندم. والله ابوك رباك. طلب اخير بقى. خطرت معايا لا عايز تتحرش خلصت. معلش يا فندم. ايه؟ خلي بالكم منها. لا دي في عينيا، اول ما خلصت تحرش هجيبها لك لحد البيت، انا اوصلها. على السلامه يا درش. شكرا يا فندم. مالك قابل، شاب ابن حلال قوي 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 قوي. ايه الحلاوه دي؟ يلا بينا. دي بنت قريتنا، ما ينفعش. يلا بينا بقى. ما ينفعش ما ينفعش. يا جدعان ما ينفعش. يا كيم وضع زينب. ايه ده، ايه التخلف اللي الشباب بقوا فيه ده؟ ايه ده التحرش بقى؟ عيني عينك كده. مش عارفه مالهم، ايه اللي جرى لهم اليومين دول؟ مصطفى ساب لي دي، انتوا كنتوا جايبينها بكام؟ يعني جبناها بحوالي 200 جنيه. حلو 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 حلو. بس يا واد، بس يا واد الكلو كلو وجعنا ما يخرب بيتك. ولا سيب لي الافهام يالا. يا ابني يا ابني الله يخرب، بالراحه بالراحه، يخرب بيتك يا علاف يا ابن العلاف. ايه ده؟ المهم يعني انتوا بتيجوا هنا كتير؟ كتير، كل ما نشوف واحده حلوه زي حالاتي كده، انت عارف اصحابي شباب وبتاع وعايز انا ماليش دعوه. سلام على الصح، بس انت حلوه بصراحه. ربنا يخليك. انا فرحان بالدنيا. يخرب بيتك الاكلادور لسه عاملاه من نص ساعه. يا الخنصر يا جدعان، دي بنت قريتنا، بنت قريتنا ما يصحش. بس هنعمل ايه بقى عيال؟ نتحرشوا اي حاجه تفرح الاولاد. بالظبط كده. انت تايهه عنا فين؟ عنا فين؟ ايه سحرك ده منين؟ ده منين؟ الواد كان الابهام. انا كفتاه مغتصب مستحيل اقبل بالوضع ده، لازم انتقم، لازم اخد حقي. لا يا بطل، اوعي تخلي الشر يتسلل جوه روحي. لا وبعدين انت خلاص اغتصبوكي في حلقه وخلصت، دور الباقي عليا انا، فاضل لي 120 حلقه، الله اعلم يحصل فيا ايه، وانا ناوي اتجوزك وانسى الموضوع ده خلاص. ايه الاسلوب ده؟ انا كفتاه مغتصبه مستحيل اقبل بالوضع ده، لازم انتقم منكم كلكم. انت خلاص ما تزهقيناش بقى، الناس تجيبي طبله وطار، وانا فتاه مغتصبه، عرفنا ان انت مغتصبه، انسي الموضوع وانا موافق اتجوزك على الابيض من اول وجديد. ابتمك ابتمك اشتنتني، ملومك
تاني أنا ترتمي أنا ملرم بشكوبكم وبتمكم وبتمكم اشتنتني قلوبكم اشتاني أنا ترتمي أنا ملرم بشكوبكم. صلى على النبي يا بطة، ايه اللي جرالك؟ وقعت في ايدي عقلك؟ هتبقى مغتصبة وهبلة؟ لا اهدي اهدي، انا الراجل اللي هتجوزك موافق ان انسي الموضوع ده، هنتجوز على الابيض على جديد يا بطة. خلاص يخرب بيتك، بهدلتيلي صدري من زغد زغد ومشوراني وربنا ما انا متكلم معاك. يلا غوري في داهية، يا رب يغتصبوك تاني، ده ايه القرف ده؟ حلاوتك يا كبير، اتفضلي عروسة. ايه ده؟ مين دول؟ صحابي. مين؟ صحابي. اللي مين؟ لا دول العيال اغتصبوني. يا شيخة بقاش قلبك اسود بقى، دي عيال طيبة وغلابة قوي، المجتمع هو اللي ظلمهم. من النهاردة دول اخواتك. انت غشاش وقوانطجي ولازم تموت. وانت كمان دمك بارد. يعني ايه هربت منكم؟ شتمكم اختفوها واغتصبوها. زهقت اهو، تبدأ من وانا واقف. انت اتجننت؟ اعملي لنا كاس يا بت. حلاوتك يا كبير. منور ابو فايزة، خش على السنيورة العب. اكيد دي السنيورة. وريني يا اخويا، خلصين بالقديم. ايه ده ايه ده مالك؟ انا حاسه ان انا هيغمى عليا. لا 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 لا، مش وقت، الناس قاعده. عيب. ادخل انت يا كبير، انت في الامان، اطمن. وانتوا ايه النظام؟ احنا قاعدين قاعدين قاعدين. لا مفيش قاعدين، تعال عند خالتك، اطلع بره تهوى. يلا بكلسونك ده. يلا يلا خفيف تهوى، سيب الكوتشينه دي وغرف ده. يلا. عموما يا كبير الدنيا لقى وتلاقي. لقى وتلاقي. يلا اطلع بره، مش عايز اشوفكوا تاني. وانت اللي في العين السخنه. يلا بره. ايوه جميل. بره. اقذر ناس عرفتها في حياتي. بره يا زباله. فعلا زباله. تعالي يا حلوه. يا وسخ يا ولاد الادب. مبروك عليك، مبروك عليك شقتك. اقعدي اقعدي. ميرسي يا بيبي، فصلوني. تخليش حد يعصبك بقى، دي ليلتنا. تعالي. ايوه كده، اتغندري اتغندري. ما شاء الله ما شاء الله، النصيب ده. اهلا اهلا. تصدق يا بيبي قفلوني؟ لا لا، محدش يقفلك. احنا هنولع الشموع دلوقتي وهنعمل النسكافيه وننبسط اخر انبساط. حلو قوي حلو قوي، انا بحب الانطلاق ده. حلو قوي ده. ميرسي. عايزه تقولي حاجه يا بنت؟ ها، عايزه فلوس؟ لا ده بعد الدخل على طول هطلبها. اوكي اموري. انا بس يعني مكسوفه شويه. لا اتفضلي. خير؟ قلقتيني. يعني انا كفتاه مغتصبه كنت حابه اقول لك ان شاء الله الموضوع ده مش هياثر علينا خالص. ثانيه واحده. انا باذن الله حل... ثانيه واحده. ليه؟ انا خليني اكمل بس. لا جميل. في جمله توقف كل اللي جاي. انت كفتاه ايه؟ مغتصبه. مغتصبه؟ طب انا من حقي اعرف قبل الجواز، ما قلتليش ليه؟ لا لا، الجوازه دي خلاص فيك، الجوازه دي باظت. يعني ايه كريم؟ اللي يعني ايه؟ حصل امتى الاغتصاب ده؟ انا جاي يومين من دبي وقلت اتجوزك وامشي. نعم. وقالوا لي بنت ناس طيبين. انت بتقول ايه اللي انت بتقوله ده؟ مش كنت معايا بتتفرج عليا وانا مغتصب؟ انا كنت معاك وانت بتخطب. امتى الكلام ده كريم؟ ايه؟ الصبع. صبع؟ وانت مريضه ولا ايه كريم؟ الاكلادور. الاكلادور ايه؟ انا مش فاهم حاجه. الكني يا كريم. كني ايه انت؟ ايه الهوس اللي انت فيه ده؟ لا ده انا اتغشيت فيكي. الكلسون يا كريم. كلسون؟ الراجل اللي كان قاعد هنا ابو كلسون، انا بشوفه في كل حته بس ما اعرفش بيعمل ايه بصراحه. لا لا يا كريم ما تهزرش، ولاد عشان يخش اشوار شعرك وما لسه هتعملي بقى الحبتين دول. لا اذا كان على شعري انا مش اشواره من زمان، مش اول مره اشوارهولك، فاهدي كده. وشكلك فيه بقى يعني شامم ريحه الجنان. ريحه الجنان؟ لا يا حبيبي، الكلام ده عند ام لطفي اللي بتيد وتطفي، مش عندنا. عند ام لطفي اللي بتيد وتطفي؟ يعني مقعدك في الديكور ده كله وعامل لك الهاله دي وتقول ام لطفي وبتيد وتطفي؟ لا 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 سوري، حتى لو مش تم اغتصابك انا مش هيشرفنا. يا سلام يا سلام يا اوعى يا اخويا يا اخويا، فاكر نفسك هتهرب من الدخله ولا هتهرب من الدخله؟ هتدخل يعني هتدخل. ايه الجراء اللي جاي لك دي؟ ده انت لسه قايله ان انت مغتصبه. ايه ده البجاحه؟ يعني ايه مغتصبه؟ انا اول الاخر واحده مغتصب ولا ايه؟ يعني هي حاجه شريفه قوي، ما تتلم يا وليه. شريفه ونص، ما تتلم انت كمان. لا بابا كده واصحى. لا هصحى هصحى، وبدليل ان انا سايبك البيت وماشي. لا يا حلوه هتيجي وتروح فين؟ تعالى هنزل اقعد عليها مع اصحابي. لا يلا وليه مجنونه. يلا يا مجنونة. Kırılacağım bayramaz, şu
كرام بريديم أمبلاس دي كريم دي ريديم أستيقاس بريلين دي شمسي فطومة يا فطيمة يا طماطم يا فطامدم بحبك وارمي نفسي لاجل حبك من المقدم فطومة يا فطيمة يا طماطم يا فطامدم بحبك وارمي نفسي لاجل حبك من المقدم أشلر أنصر درر شند السند مغري صندم عايشة برمد السلر أنسي مقلق لرلن بحبك يا حبيبتي قد إيه لو شط رئيسي بالتركي هاجة أقولها إن شاء الله لو بالأندونيسي بحبك يا حبيبتي قد إيه لو شط رئيسي بالتركي هاجة أقولها إن شاء الله لو بالأندونيسي أكرر دم سرق أنا اللي بره الشلرة السرلم عريضي سوى جرم سرل بره الشلرة مكسر الدم أكشر لبلر السنبر نيمة أكشر بلر الدم سري بنجاك سرلم السلبي أرلك سر بلر واسهر وبرطم خبيت سنين في قلبي بشتكي واسهر وبرطم اكشر دم سرق مردم ارش سطل دمدم ارش سر دمدم فطومة يا فطمطم اي هي 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 وهي هي 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 يا هي 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 يا هي 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 مختلف قار الدرم لو كنت عملت حاجة صدقيني هعترف وخديها مني كلمة يا طماطم وعقلي كيمو التركي صادق يا حلوة لو حلف أنا دبلك سرقة من رشدة السمر ماكس دلدم أدورني السبن ناقص من الشق لدلدم يا لازم تحسوا باللي بتعمل نرفع كل حاجة فوق ايدين فوق واحد هوبا يمين واحد هوبا شمال واحد هوبا يمين واحد هوبا شمال مين الشطورة بقى اللي هتعرف تعمل حركة ديت هايل 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 سنبولاغا طول عمرك بلد موهوب فنان قدام السلطان طول عمرك وفي سنبولاغا حضرت طلبيه الجواري الجديده لمولانا السلطان سليمان موجودين وانا بدربهم بنفسي موزز بلا موزز تشكرات سنبولاغا تشكرات تشكرات سلطان تشكرات يلا واحد هوب يمين واحد هوب شمال يلا واحد فك شوي يلا 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 دستور السلطان سليمان المعظم بعتهم الأربعة على الأوضة لو تكرمتم أنا عايز أقعد مع السلطانة الأم والحريم الأربعة بتوعي والباقي برا برا السلطانة
سليمان ابني الغالي. مالك؟ هم؟ شكلك كده خدت قرار الحرب. بقولك ايه يا سلطانة، سيبك بقى من قرار الحرب والأوامطة الكدابة دي. فين ال 400 دولار بتوعي؟ 400 دولار؟ 400 دولار بتوع ايه؟ 400 دولار بتوع ايه؟ انا بحذرك يا سلطانة تلعبي الجيم ده معايا. الله، انت نسيت نفسك يا سليمان، انا السلطانة الام وانا السلطان المعظم، ممكن اعزلك، اقسم بالله اقلعك السولجان والتاج وارميك تنضف الحريم زي زمان. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي مخليك متأكد كده؟ هقولك ايه اللي مخليني متأكد. فاكرة من 13 يوم اما كنت راكب الحصان بالأمارة خدت مني 700 دولار، حصل ولا لا؟ حصل حصل سليمان حبيبي. افتكرت افتكرت 700 دولار، ايوه، بس انا رجعتهم لك. خانك ذكائك يا سلطانة، رجعتي 300 بس يا حلوة، وقصري عشان ما اتكلمش في اللي بالي بالك. لا بقى، ها، اتكلم في اللي بالي بالك. ها، التاج اللي على راسك يا قطة. هي حصلت التاج؟ أيوة، التاج ده مكتوب في الميراث بتاعي أنا. التاج ده يا سليمان أبوك كاتبهولي في القايمة، هو والسجاجين. والله؟ طيب، أنا هتغاضى كسلطان على كل التفاهات دي، بس في حاجة لا يمكن أسكت عليها، شريط الترامادول 225 اللي في درجة التسريحة كان فيه 4 حبيات، اتاخد 2، وأنا شايفك ما شاء الله بتحركي في القصر ولا بنت 17، حلال عليكي، اديني الحبيتين اللي فاضلين، أديكي شايفة جرمع الحريم اللي لسه رايح على الأوضة. الولد اتجنن. إبراهيم باشا، إبراهيم باشا. يا إبراهيم باشا، بتدعيلي إبراهيم حسن؟ اعمل اللي تعملوه. بقول لكم إيه، اقسم بالله اقلع لكم مالته واعمل لكم فضيحه واولع لكم في القصر ده. خلي بالك يا سلطانه، اوعوا تكونوا فاكريني خرنج، لا، انا سبونج بوب واصفر كموني يا سلطانه، وده لوني على فكره. ابراهيم باشا، هنعمل ايه؟ ده بيقول انا مش خرنج، سبونج بوب واصفر كموني، وانا قبل ما انام في حاجات لازم اعملها، احنا نلمله ونخلص. انا ما معيش في البوك بتاعي غير 15 دولار، وانا بتاع 30 شايلهم في القفه، كنت اعمل حسابي لليوم ده، هتصرف. ذوكم معانا يا حبايب، يلا يا ابله، ما تعديهمش، سيبيهم ببركتهم حبيبي. يلا يا حبايب، يلا يا ابله، يلا يا ابله، يلا يا قمر، ما كمرهم في الكم ده، القمر ده سكر وعسل، حلاوة حلاوة. بعد إذن حريم السلطان يتفضلوا على الأوض. مولاي، ولا تزعل نفسك. لا يا حبيبي، طالما حقي معايا ما بزعلش. سلامة. مية مية، أنا مخنوق، عايز أشم هوا. يلا يا مدحت، هات برتقانة يا مدحت، أشرها لي يا مدحت. اصحوا، كانوا فاكرين هيقلبوني، بس أنا طلعت ابن أصول. طول عمرك أصيل ابن أصل. لعلمك كان ممكن أشكها محضر وبهدلها، بس أنا بتبع مكارم الأخلاق. طول عمرك كريم ابن كرمة. أنا مش فاهم بيبصولي إزاي مع إني صايع عديم وهم عارفين. طول عمرك صايع ابن صايع تنبل. معلش يا مولاي، معلش معلش. Здравствуйте, мой дорогой король. Угощайтесь, пожалуйста. Это на хрустике мы вместе с мамой готовили. Это с изюмом. خد منها البقسماط وخلصني. ايه الرغي ده؟ انا فضيلك. ايه القرف ده؟ امشي. ايه اللي جرى للحراملك؟ ايه اللي جراله؟ انت ما شفتش حراملك يا سنبل قبل كده؟ الحراملك كان ايام ابويا الله يرحمه. سيبك بقى من المناظر دي والاحجام دي. لا 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 لا، انا كنت بمشي مع ابويا الله يرحمه وانا امير صغير كده، هنا في الكوريدور ده.
كنا بندوس على النسوان، بندوس دوس ايام ايام. سلطان قلبي ايام حبيبه الروح. اللبن مولاي. لتاني يوم بتعرضي عليا اللبن يا هيام، وانت عارفه ان عندي اسهال. ماشي في القصر في وسط الناس بسهل بسهل، اعمل ايه عشان افهمك؟ ده ليه معنى واحد، ان انت ما بقيتيش مركزه مع السلطان المعظم وليكي اهداف اخرى. بس ده مش موضوعنا. بعدين دي البتاع اللي في ايدك ده، ورا ورا يا سنبل خطوتين ورا. ايه يا هيام؟ افندم مولاي. يا فندم ايه، انت داخله بتتدحلبي هتنيميني يعني؟ انت بتستهبلي يا وليه؟ انا مش كذا مره مكلمك ما تطلقيش صدرك كده في رايحه جايه في القصر؟ قلت لك في زفت رجاله وفي ناس. ايه يا وليه، انت متجوزك وافير ولا ايه؟ ما تفوقي، والراجل عمال يقول لك دستور دستور. حسي حسي بقى ولميهم بدل ما احرمك منهم. اتفضلي. بقول لك ايه، هجي لك بعد ربع ساعه. ويام استغفر الله العظيم، مش مبسوط. صباح الخير يا مولاي. اهلا. اتفضل الشاي يا مولاي. البنت دي جابينها منين؟ من زكستان. يلا يا بنت، خد يا بنت، تعالي تعالي هنا، انا مش عايزها، مش عايز بنت كده تحس. عارف هقول ايه؟ انا عايز ابدلها، اروح للامير اشرف في القصر الشرقي اديها له وخليه يبعت لي بدلها نهى. يلا. ايه الزهق ده؟ انا عندي فراغ يا سنبل، ما بقاش عندي حاجه غير ان اقعد السله واقعد اعمل خواتم لحد ما كرهت الخواتم. مش عارف هأجرهم بقى ولا هعمل ايه، ماتيريال كتير قوي باخده من السلطان على الخواتم. فراغ فراغ، حاجه تجيب الضغط. دوا الضغط يا مولاي. هما بيطلعوا منين دول؟ خد منها دوا الضغط. انت مين يا حلو؟ انا زوجتك يا مولاي. زوجتي؟ انت هتستهبلي ولا انت لقيتي الحريم مرطرطه وقلت العب اللعبه؟ جوزتك امتى؟ شهر 6 اللي فات يا مولاي. كدابه، شهر 6 اللي فات كنت في معسكر ابو قير قعدت اسبوعين. قصدك اخر 6 برضه كدابه. اخر 6 اتجوزت ام احمد الزنجيه. لا الزنجيه دي كانت شهر 7 يا مولاي. اسره عايزه ايه؟ عايزه ايه؟ فاكرك فاكرك يا سنبل، ورا ورا عشان سنبل. فاكرك كنا في الخيمه اللي في الاخر صح؟ ايوه يا مولاي. لما اشرنا على ناس فاكره؟ طبعا يا مولاي. شفت صوت صوت. فاكره لما شفت انت رابطه هنا على رجلك ايه ولا لا؟ رابطه خنجر ليه يا حلوه في رجلك؟ شايله لمين الخنجر؟ هتقتليني ولا تقتل امي؟ انا اسفه. طلعي الخنجر طلعي الخنجر. ارجوك سامحني يا مولاي. سنبل ايوه، شلح الولاده دي وهات الخنجر. يا خاينه يا وضيعه، كله مؤامرات كله مؤامرات. انا هوريك. سامحني يا مولاي. اسامحك ايه وانت شايله لي خنجر وماشيه بيه في وسط القصر؟ ارجوك يا مولاي. ما في، انزل يا ابني هات. اسمع انت رايح فين يا ابني، رايح فين؟ هات شايله لي انا خنجر. هات، كشفت لعبتك الوضيعه، امسك فرمان طلع يطلع ليها دلوقتي وتدبح هي واهلها واللي بيعرفوا اهلها. يلا بلاش قرب، خيانه. يا النساء يا النساء. انت زفت يا سنبل. ايوه. روح قول للهوانم اللي قاعدين في الحرام لك اكل وشرب على قفايا، اللي ما خرجوش يستقبلوني في الكوريدور ويترموا عليا ويبوسوا في لبسي، بكره الصبح هتتقطع رجليهم وتتعلق على باب القصر. وروح للسلطان هيام، والله السلطان المعظم جاي لك بعد 10 دقايق، خليها تظبط اللازم. يا ملت بختك يا هيام، يا حظك الاسود يا هيام. هيام إثارة الحب، تبكي ايه؟ ما تعشتيش ولا ايه؟ مالك؟ ما فيش يا مولاي. لا 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 لا، اكيد فيه يا هيام. لازم تتاكدي ان انت دونا عن ال 84 ست اللي انا متجوزهم، انت سبيشال كيس. بجد يا مولانا؟ انا سبيشال كيس؟ شور، انت عندك امكانيات يا بنتي خطيره جدا، اوبشنز خطير. انت حنينه كمان يا هيام. انا لما بنام على صدرك يا هيام بحس ان انا نايم على سرير بدورين. قولي لي ليه البكا؟ امك يا مولاي. امك يا مولاي؟ اسمها امك؟ ما علينا، مالها امي؟ امك يا مولاي بتتعمد كل يوم الصبح تتاخر في الحمام وتسيبني بره يا مولاي محصوره. محصوره؟ ايه المستوى ده؟ احنا في مراحيض عموميه هنا، ايه محصوره دي؟ وبعدين ما انت اللي بتستهبلي،
انت سايبه ال 200 الف حمام اللي في القصر وجاي عند حمام امي سليمان. امي تعمل هناك ايه؟ ابدا يا سلطانه، قاعد مع مراتي في اوضه النوم. قاعد مع مراتك في اوضه النوم بتعملوا ايه؟ ايه يا اتمنعت اليومين دول ولا ايه؟ اتمنع ايه يا ولد؟ ان الراجل يقعد مع مراته في اوضه النوم. لا بس هيان دي بالذات انا قرشه ملحتها ما بتنزلش من زور. بقول لك ايه يا ام السلطان، اقعدي يا اختي افري وهري كده في نفسك على طول. انا يا اختي في الاوبشن مش تجميع محلي. يا واد انت يا فابريكا يا حلو. هيام ما تنسيش انها السلطانه الام. بقول لك ايه يا سليمان، اسكت انت ما تتدخلش. حاضر. انتي قاعده هناك وبترضحي لي يا بنت انتي. يا امي مش للدرجه دي، لو تكرمتي اهدي شويه. اخرس. حاضر. انتي نسيتي نفسك ولا ايه؟ يا معصعصه يا خنفسه يا قرده يا منسنسه. بقول لك ايه يا حبيبتي، ما يغركيش يا اختي عينيا زرقاء دول ولا شعري الاصفر. انا يا عينيا خالصه ومخلصه ودارسه ومدرسه. بعدين انت واقف معاكوا ترميسه ولا ايه؟ ما تلموها بقى. وديني لانا مربياكي. تربي مين يا اختي؟ حلوه. تعالي هنا. اديها يا امي، اديها اديها بالشمشم. ايوه ما تضربي بالشمشم اللي انت ماسكاه ده، انت بتزغرطي ليه يا بنت الهبله؟ ايه ده ايه ده؟ اديها بضهرها، امي عندها دس. عندي دس. يلا اديها اديها. السلطان سليمان القانوني. تشكرات تشكرات، منافقين قوي من زمان، عشان كده بحب البنات دول اللي اخلصوا لسليمان. تشكرات تشكرات، منافقين قوي من زمان، عشان كده بحب البنات دول اللي اخلصوا لسليمان. ماليش في الرمرمة وماليش في الدرمغة، ماليش اصحاب اساسا، يا دوب هو الاغا. ماليش في الرمرمة رمرمة وماليش في الدرمغة، ماليش اصحاب اساسا، يا دوب هو الاغا. من دل دي ما انا سلطان بقى، خلصتهم منطقة منطقة.
مفيش انا جنبك. بس قلبتوا دماغنا مش اللي هيعلي صوته والله ما واقف. انت هنا هنقلب ضب وشوك مش هنبيع. انا دماغي توجعاني واحده واحده. انت فرن المعلم حنفي. هات استنى يا رغاي انت عايز ايه؟ 10 الغفه ليه معاك كام عيل؟ هما 3 الغفه بالسلامه. ليه 10؟ مع السلامه. هات يا حبيبي. الله يخليك يا اخويا. لا امسك فيها واحد. اقول لك هات هات ما تحمدش ربنا. تعال هنا تعال هنا هات الغيف. ما تجيش تشتري من عندنا تاني. استنى انت شويه. بجنيه؟ قاعد انت ومين في البيت؟ انا ومرات وابني. انت ومراتك وابنك؟ امسك. اتنين انت ومراتك. استنى يا عاد خد النص لابنك. يلا بالسلام. بس استناني انت شوية. 5 ترغيفة يا معلم لو سمحت. 5 ترغيفة ليه؟ انا والولية والعيلين وامي. امك قاعدة معاك؟ ايوه امك قاعدة معاك. ما ينفعش تاخدها ايه؟ انا المعلم ده. ايه ده؟ انا عايز افهم ده لقمة ده ولا رغيف؟ هو عيش هتاخده ولا مش هتاخد؟ هو كده امسك ادي العيلين. ايوه وانت والوليه وامك ست كبيره ده يلبك في معدتنا. انا ازاي ما هي زي بني ادم محتاجه زينا؟ ان شاء الله عنها ما طفح وانا مش بايع لك. عايز حاجه تانية؟ طب خلاص هاخدهم يا معلم هاخدهم. والله العظيم ما انت واخده. الله يخرب بيوتكم. الله يخرب بيوتكم. احنا بنطفحكم. يلا ده انت شعب النهارده. سيك يا وليه. يلا اتكل على الله. انا مش هبيع. شطبنا اقفل يا ادم النار دي. يلا بالسلامه. بكره العيش ناشف. العيش ناشف. يلا يلا يا راجل تقومني. اقفل يا ادم فورد. صباح الخير يا معلم حنفي. صباح الخير يا معلم حنفي. انت كنت فين يا صبحي؟ انت جاي متاخر يا صبحي وساب المعلم حنفي بقوته في السوق ابيع عيش لعامة الشعب. انت جننت يا صبحي. سامحنا يا معلم اصل وانا جاي التوك توك اتقلب وقعت على ركبتي اتجلطت. ايه اللي حصل؟ وقعت على ركبتي اتجلطت. انت شكلك كذاب. شكلك كذاب ومرتبك. انت عامل حاجه؟ لا معلم. انت عامل حاجه؟ مش عامل. لا لا وايه الخرفشه دي؟ ايه في صوت خرفشه؟ مفيش يا معلم ده كيس. كيس؟ انت جاي تخوفني في الفرن بتاعي يا صبحي. ايه اللي في الكيس يا صبحي؟ مفيش حاجة يا معلم. لا انت مضطرب. لا مفيش حاجة. انت مضطرب. يعني ايه يا معلم؟ لا في بلوى في الكيس ده. لا 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 اوعى تكون جايب لي تعبان ولا حاجة. مفيش حاجة يا معلم. طب ما تشوف ده كيس فيه اشياء. فيه اشياء؟ وريني. مد ايدك وريني وطلع. اهو. يا نهار ابوك اسود. عيش فينو يا صبحي؟ عيش فينو؟ وجاي لي بيه في الفرن البلدي بتاعي. قصدك ايه؟ قصدك تقول لي ان انا بلدي؟ انا بلدي وبحب البلدي. وريني فيك ايه تاني. وري. يخرب بيتك جبنا نسو يا صبحي. جبنا نسو يا معفنين. وايش فينو؟ هو عادي كلك في السياسه من ورايا. لا سياسه يا معلم انت مكبر موضوع قوي. ده واحد صاحبي جابهم لي عشان افطر بيهم. انت شكلك كذاب. لا وربنا شكلك كذاب. لا صاحبك ما يعملش كده تاني يا صبحي. فهمت؟ حاضر يا معلم. يمين بالله الحاجه دي لو اتكررت تاني يا صبحي لا هطردك ومش هتاكل عندي عيش ثانيه في الفرن. وغير كده وكده بقى ايه؟ هتشوف اسوه المعلم حنفي. اسوه ايه؟ المعلم حنفي. ايوه حنفي. انت يا معلمة يا حب الحب يا حب الحب يا كيداهم خليتي قلب عجينه. تقولي حنف يجي كده حنفنف يجي كده. اشغلك ايه؟ اشغلك الحب الحقيقي ما بينتهيش. الحب الحقيقي يا حب الحب. يا بكاش البكاشين يا كيداهم. مالك يا حبيبتي في ايه؟ ولا حبيبتك. ايوه حبيبتي. حبك برصي حنفي. قوم يا اخويا اقف وانت بتكلمني. لا انا بحب اقعد على الكنبه براحتي. اسم الله في ايه يا كيداهم؟ تعالي بس ارتاحي. تعالي داخله النار شريتك ليه كده؟ ما نفشوش ليا يا اخويا. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. صدق بالله وحشتيني. وحشتيني بجد باخلاص. وحشتيني؟ ايه وحشتيني دي؟ اما بشوف البطاري بالشين بتضرب مني. بحبك يا كيداهم. مالك فيكي ايه؟ بقول لك ايه؟ ايه؟ حنفي إيه؟ الحبتين دول ما تعملهمش عليا يا اخويا، ما تطبطش معايا، ومبروم على مبروم ايه؟ ما يقفلش. لا يا عينيا، ما يرلش، ده انا كيداهم ورحمة اللي جابوا ابويا وامي يا حنفي، لو خرجت من البيت تاني من غير ما تستأذني لفرج عليك اهل الحارة كلهم، وما هدخلك البيت ده تاني، وانت عارف بقى كيداهم واسود كيداهم. هو ده اللي معصبك؟ لا انا استأذنت، كتبت لك ورقه وسبتها لك على الكومودينو. انت اللي ما قريتيهاش. اهدي كده. في حاجه تاني معصباكي وقلقاني بصراحه؟ بصراحه بقى معصبني في الجوزين اللي فاتوا اتجوزت عليا مرتين.
مين؟ ويا عالم هتتجوز عليا مين تاني؟ لا لا، جوزين اللي فاتوا ايه وجواز ايه تاني؟ خلاص طبنا الى الله. دي كانت نسوان كده يعني تحس انها مراهقه. فينك بقى كده؟ خلاص كل دول كانوا ناس اواد. انت واسط والله، انت الاصل يا ابيض. اهدي بقى كده، مفيش كلمه حلوه كده تطر عليا نار الفرن قبل ما تمشي. في عيني في نور عيني. كبه وكبه ومليون كبه. الهي اشوف فيك يوم يجي لك ويحط عليك يا حنفي. يا رب ما بقى عايز تسوي انت تيجي تلم عليك اللمه. الله ينتقم منك يا شيخ. علمها معلمها 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 معلمها. ايه يا شيخ؟ ايه معلم؟ في واحده بره بتقول اسمها جينيفر لويس. مين يا قد؟ جينيفر لويس. لويس الله يخرب بيتك. جينيفر لويس. جينيفر هي دي يا معلم. هي اللي في العربيه. ايوه يا معلم. شوف ربك الكريم عايز يفرحني بعد الهم اللي كنت فيه. جينيفر جينيفر جينيفر. ايوه ايوه الله يفرحك يا قد. هديك 15 رغيف تروح بيه. الله عليك يا معلم. يا اهلا يا اهلا. الروائح بتقول هي جينيفر جينيفر جينيفر. يا اهلا يا اهلا يا اهلا. الفرن والحاره والمدنيه كلها نورت. اصيله من يوم ما عرفتك وانا قلت ان انت بنت اصيله. لسه فاكراني؟ لسه فاكراني؟ فاكره معلم حلفي؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه ده؟ دخلتك بالعربيه نسيتني كل حاجه. انت هات. ايوه معلم. احرق العيش واقفل الفرن. خلاص ولا فرن ولا عجين ولا عيش. خلينا في المهلبيه. يا مهلبيه يا مهلبيه. ألف رحمة ونور تنزل عليك يا معلم إبراهيم. يشهد ربنا إن أنا كحنفي عمري ما نسيتك يا جينيفر. عمري. أي نعم اتجوزت كيداهم بعد ما سبتيني، بس أنت سبتيني وأنا راجل ليا كرامة وعزة نفس. اتجوزتها برضه ما نسيتكيش يا جينيفر، واتجوزت التانية والتالتة. إن أنساكي؟ مش عارف أنساكي. ده أنا من أول يوم أنت عملتي لي إيه؟ سحرتيني. انت سحرتيني. لقيت نفسي في فرن بلد قلت السله. اشتغلت في الفينو وفي الباتون ساليه وفي ابو عجوه الحلو دوت. برضه ما نسيتكيش يا جينيفر، بشوفك في كل الاوقات. برمي العجينه في الفرن عشان العيش يقب. انت عارف احنا بنبططه كده ونحط دقيق وبتاعه وبنرمي. العيش يقب بشوف وشك في القبه. هعمل ايه؟ انت عملتي لي عمل وربنا عملتي لي عمل، بس انا عاتب عليكي. هنفضل لحد امتى تخبطي مشوار من امريكا للشرابيه عشان نتقابل؟ وبنتقابل يا عيني يا فزقاء يا فحاره زي اللي بيبيع بانجو لمؤاخذه. فانا رايي كمعلم هنفي يعني ان احنا نتوكل على الله ونكتب الكتاب. قلتي ايه يا جينيفر؟ الف رحمه ونور تنزل عليك يا معلم ابراهيم. طبعا مش في الحل غير في التلفزيون والحش. ابوكوا نايم ساعة بعد الظهر، انزلوا الفرن هوا على العيش. ده الرزق اللي بتدفعوا منه. مش فالحين غير ماشي مع الشباب. حضرتك ماشية مع سعيد وانت مع اسماعيل. لا ده هيتجوزك ولا ده هيتجوزك، ونهايتها هتفضحوني. امكوا فين؟ في المطبخ يا بابا. هي عندك تهبب ايه؟ بتقطع مواسير بالسطور. السطور كبير؟ شوفه بنفسك. مع الخير يا ست الستات. يسعد مساك يا عيون كيداهم. ايوه كده ما شاء الله ما شاء الله. قمر واقف في المطبخ. تعيش لي يا راجل يا حياتي. بقول لك ايه كيداهم؟ سيب السطور ده عشان عايزك في كلمتين مهمين. خير؟ خير ان شاء الله. لا في حاجه. طالما قلت لي سيب السطور يبقى في حاجه يا حنفي. اللي حصل مش حاجه كيداهم. انت قلبتي فجاه كده ليه؟ انا بصراحه عايز اتكلم معاك في موضوع هيحدد مستقبل الاسره دي. مستقبل الايه؟ الاسره. اسره ايه؟ اسره ايه يا ابو اسره اللي انت بتتكلم عليها؟ ها تعالى لي هنا. اسره ايه؟ انت عامل مصيبه ومخديه عليا يا حنفي ولا ايه؟ قول ايه بنات؟ انت يا اتكلم يا وليد. فهمني يا وليد. بتهزقيني قدام بناتك؟ عيب كده. انا ما حدش لعب في دماغي. انا اللعب كله في قلبي. قلبك. سلامة قلبك. انا عايز اقول لكم موضوع يستحسن تسمعوه مني قبل ما تسمعوه على قناة الاف ام. نجوم اف ام؟ ليه يا حنفي؟ نويت ان شاء الله تغني يا حنفي ولا ايه؟ تغني ليه؟ وانا معلم عرة؟ ده انا قد الدنيا في السوق. يلا بقى زي ما ترسي. انا بصراحة هتجوز. يا لهوتي يا بصتي. يا لهوتي يا لهوتي يا حسرة قلبي. ابوك هيتجوز عليا يا بنات. تتجوز يا حنفي؟ اه. ما تفكرش اللي انت عملته قبل كده
كده يا بابا عايز تتجوز على ماما تاني؟ ايوه ما كفانيش وهتجوز على ماما تاني. كمان بتقول اكيد يا اخويا هتتجوز واحده كتعت ليك يا حنفي. كتعت ليه؟ شايفاني ماشي بقعرك في الشقه؟ ده انا سيد المعلمين اوليا. انا هتجوز ست الستات جينيفر لوبيز. يا لهوتي يا حنفي. إيه؟ وكمان هتتجوز عليا لعيب كره يا حنفي. يا بت... لعيب يا ولية بتضربيني بالركبة قدام بنات. شوف اياب سودا مني يا حنفي. يا ولية يا ولية يا جهلة يا جهلة على الساعة. يا ولية يا جهلة شنيفر لوبيز لعيب كرة ايه؟ دي ست الستات مطربة عالمية الشباب كله في العالم بيعمل عليها كده وهي اختارتني انا. اختارتك انت؟ ده انا اللي هجيب اجلك النهاردة. شيختني ايه لي؟ حنفي. ايه؟ لمها يا حنفي. مش هلمها. خلي اليوم يعدي على خير. ان شاء الله عنه معدي. اغزى عليك يا حنفي اغزى عليك. تسيب كيداب ام بناتك الحلوين المقاطعتين دول عشان المطربة المشهورة بتاعتك دي؟ تسيب ام عشان جينيفر لوبيز. ده انت يومك النهاردة اسود. ده انا هخليكم تصوتوا عليه النهاردة. صوتي بقى وكده. يا لهوتي كده يا حنفي؟ ايوه كده. كده برضو؟ ايوه كده. خلي عندي كرامة اطلب الطلاق بقى. ايه ده؟ الله يسامحك يا حنفي. ان شاء الله يسامحك. قولي الله يتقبل منك زي ما انت حرقت قلبي النهارده. اشوف فيك يوم شيختني ايه ليلات الكهرباء في الطرقه ونخلص منك. بابا انت بتهزر ولا ايه؟ ليه بهزر؟ ليه شايفاني بشقلب على السفره؟ انا هتجوز الست جينيفر لوبيز. هي عندها حفله هنا وقررنا نكتب الكتاب قبل ما تطلع على المطار. بابا انت عيان؟ وبعدين هتشوفها فين جينيفر لوبيز دي عشان تتجوزها؟ اسمها جينيفر لوبيز. الله يخرب بيت فلوس اللي ضاعت عليكم في التعليم عشان تعرفوا تتكلموا انجليزي. اسمها جينيفر لوبيز. اسمها جينيفر. جينيفر يا جهلة يا بنت الجهلة. وده حصل امتى ده؟ في صيف 92 كان يوم تلات في شارع خالد ابن الوليد في سيدي بشر. كنت رايح اجر مايوه بتوكه ده عشان كنت عايز انزل البحر مع اصحابي. كنت لسه صبي صغير وشغال عند المعلم سيد قدرة. بتضحكوا ليه؟ الله وابوكوا اتجنن ولا ايه؟ لا بعد الشر يا بابا. والنبي يا بنت توايا السفاله دي ازاي انا اتكلم وانتوا واقفين تنمروني وتوششوا بعض؟ تعالي هنا تعالي هنا. انباري 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 ارجعي. تعالي هنا تعالي هنا بنت. تعالي هنا. انباري انباري ارجعي. المهم والست جينيفر كانت جايه تعمل حفله في اسكندريه وجات الفرن تشتري عيش زي ما خليق ربنا وشافت العبد لله. كانت الهيئة غير الهيئة. شوف أنا جميل جمال غريب دلوقتي. الأول كنت أحلى قمر قمر. بصت في عينيا كده وبدأت قصة الحب. وتتجوزوا إمتى بقى؟ إن شاء الله هنتجوز. حبينا بعض حب عظيم. حب ما حبوش سيد لسيدة ولا عنتر لسيدة ولا روميو لسيدة. وقررنا إن شاء الله نتجوز. أنا مش مستريح لكم. لا أنتوا بتتريقوا عليا. تعبت بقولك تعالي. تعبت تعالي هنا بقولك تعالي. انباري انباري ارجعي. تعالي تعالي بقولك. انباري انباري ارجعوا. انا ان شاء الله هتفركش الاسره وهيتمكم وانا عايش. بس انتوا مش مصدقين صح؟ طيب مش بتعرفوا تسمعوا راديو؟ عندكم راديو؟ عندنا يا بابا. انت اللي جايبه. انتوا بتكلموني وانتوا بتضحكوا ليه؟ وانا اتجننت؟ انا هثبت لكم. استنى اهي قناة الاف ام. النهارده يا جماعه عرفنا خبر الموسم. المعلم حنفي الفران من الشرابيه رفع راس رجاله بلدنا كلهم وهيعقد حرانه على مين؟ على جينيفر لوبيز. الله يخرب بيت الاكسنت بتاع الدوله اللي باظ. اسمها جينيفر لوبيز يا بهيم انت كمان. اسمها ست جينيفر. جينيفر انا اسف يا معلم حنفي. انتوا مصدقين يا جماعه جينيفر لوبيز هتتجوز المعلم حنفي الفران؟ وعلى فكره الخبر ده حقيقي مش اشاعه. والمعلم حنفي لسه مأكد الخبر بنفسه. ومعانا اتصال من مودي صديق البرنامج. انا بتصل عشان ابارك للمعلم حنفي الفران واقول له دي ضربه معلم وخطوه مؤثره نحو فتح اسواق مخابز بلدي في الخارج. يلا غوروا في داهيه قبل ما امكم كمان يغمى عليها واخلص منها. هتجوز يعني هتجوز ان شاء الله على انقاض الاسره دي. يلا يا انت النهارده يا حنفي. يلا يا انت النهارده يا حنفي. هو قتلتهم يا حنفي؟ انت فين؟ انا اهو. انت هنا يا اخويا. يا حنفي لايمها يا حنفي. مش لايمها. عديها النهارده يا حنفي بدل ما اجيب اجلك. مش هعديها وهتجوز جينيفر. طب بص يا حبيبي انا مش هقتلك ولا هذبحك ولا هخلعك. امال ايه حنفي؟ ايه عشان خاطري ايه؟ نبتدي انا وانت صفحه جديده النهارده. صفحه جديده يعني؟ فاضل لي ثلاث صفحات في حياتي عايز اعديهم مع جينيفر. جينيفر يا حنفي. ايه يا حنفي؟ عديها يا حنفي وربنا ما يعديها. هتعمل ايه يعني؟ بقول لك
اديها يا حرفي. بحبها يا اخي بحبها. صوتي. طب بص يا حرفي ايه؟ تعدل كده وانا هعدل لك الطاقيه يا عينيا. بص لي يا حنفي. اديني بصيت لك وليه انا باصص فيا انا بكلمك كده انا بصيت لك ازاي بتسالي بتسالي عيط هقهرك وهتجوزها يا اتقهري. طب بص يا حبيبي ايه؟ بص يا حبيبي ايه؟ انا قلت لك هبتدي معاك صفحه جديده. هكتب لك العشر فدادين اللي حلت هعمل بيهم ايه؟ هجري فيهم وانا فلاح. انا بحبش نيفر بحبها يا حنفي. ما تقولش الكلام ده قدامي. هقوله يا واد هعجلك يا واد. ارفعي ايدك. طب ارفعي ايدك. اقعدي بقى اقعدي اقعدي بقى اقعدي. طب بص يا حنفي ايه؟ كل شويه بص بص وانا بص فيهم انا بص يس. عايزه ايه؟ عايزه ايه يا مجنونه يا بنت المجانين؟ هتجوزها. اتجنني اتجنني. انت شفت حاجه؟ انا عايز اشوف. بص بقى الحكايه. بص دي يا بنت المجنونه يا ابني امكم جنني. ام حوش عني يا ولد الكلب. طب ارفعي ارفع ايدك عشان تعرف. انت اللي انت اللي ترفعي. ارفع ارفع ايدي بقى ايدي بقى. فلقني يخرب بيتك. طب بص بص برضه الحكايه. بص دي وانا عم اقول ايه؟ ما انا شايفك. عايز ايه؟ عايز ايه؟ هتجوزها وهقهرك. انت اوعي. بص بقى انت النهارده هتجيب اجلك يا حالك. حد يخلص حد في الخناقه دي تفولت قوي. هاي هاي يا Please welcome a beautiful and versatile entertainer and actress, Jennifer Lopez. In the multiple Oscar-nominated film Crash, many strong and opposing feelings are brought to the surface. Prejudice and tolerance, forgiveness and resentment, sin and redemption. In the opening scene, we are told that people feel so isolated these days. The thought is echoed in the dark and reflective song from Crash called In the Deep. With music by Michael Becker, the nominated song In the Deep will be performed tonight by the woman who also wrote the lyrics as well as the music. Kathleen Bird York. يا نهار اسود كيداهم وربنا كيداهم. مهما تتنكري جنابك المدلدله كشفتك خلاص. يا ترى هتعمل فيها ايه؟ The thought is echoed in the dark and reflective song from Crash called In the Deep. With music by Michael Becker. لا انا كده باذي اللي بحبه. انا هنسحب من الحب ده. ما اقدرش اذيك يا جنيفر ما اقدرش. انا حاسس ان انا قاعد في حته غلط. ايه ده؟ انت مجنونه ولا ايه؟ ما كرسي فاضي قدامك الا قاعدك مكاني. ايه القرف ده؟ ما تخافيش يا حلوه، انا قلبي حنين هموتك بالراحه حته حته هقطعك يا شيخ. صحيح ذبحوا المعلم؟ صحيح ذبحوك يا معلم؟ ذبحوني ايه يا ابن العام؟ ايه ما انا رقبتي في جسمي قدامك. خلينا نشوف البلوه دي بقى. اوعك هيداهم. اهدي واستهدي بالله. ايه اللي جرالك؟ اوعي تمسيها بالسكينه اللي خليتك زي الزفت. انت اتجننت يا ام العيال. اتجننت دي كلمه قليله من اللي شفته منك يا حنفي. ده انا قلبي ده شايل ومعبي منك بلاوي. ده انا فوتت لك كتير جوازه واتنين واقول يا بنت عدي عشان المركب تمشي، لكن انت ما بتتهدش ما بتهمتش ولا ايه؟ جرى لك ايه؟ خلصت يا اخويا عن نسوان المحل ورايح تلقط لي من بره بقالش نفر قال ايه ما قطعتك يا بنت اللذينه انت؟ بصراحه يا كدام انا ليا حق. انت السبب. انا بصراحه مقهور في بيتي. مش حاسس ان انا راجل في بيتي. انا حاسس ان انا راجل في الفرن. بس انا عامل ازاي في الفرن يا اسد يا معلم؟ اما بدخل على الرغيفه بتعمل ايه يا بتنط في الاكياس يا معلم؟ مين اللي بيلسع الزبان بالقفان يا ايدك الحلوه دي يا معلم؟ اسلوبك الوحش يا كيداهم هو اللي خلاني ابص للمستوى الرخيص زي جنيفر وامثالها. اهدي بقى اهدي وعقلي. انت عندي احلى من جنيفر وارق من جنيفر واطعم من جنيفر. صح يا واد؟ بصراحه لا يا معلم. صح يا معلم. صح. شفت الكلام الحلو ما اثرش فيك بذمتك؟ لا اثر فيا يا حنفنف. اول مره اسمع منك الكلام الحلو ده يا حياتي. عشان شفت دموع الحب في عينيك يا كوكو. بس اللي ما
عيطتش يا حنفي؟ امال مدمع ليه؟ اصل نور اللمبه ضرب في عينيا يا عينيا. الف سلامه عليكي وعلى عيونك يا حلوه. تعيش لي يا حنفنا. تعالي تعالي يا كيداهم نرجع الشنه جميله كيداهم ونقعد في فرننا. حياتي يلا حطيلي في حمايتين زي زمان وولعيهم ونتفرج على افلام رعب. وايه كمان يا حنفنا؟ وكل السعاده عوضك عن كل الايام السوداء اللي وريتها لك يا حبيبي يا حنفنا. ده انت اللي حبيبتي يا حضره الضابط. المتهمة حضرة الضابط اهي كانت عايزة تقتل خطيبتي الانسة جينيفر لوبيز. جينيفر لوبيز؟ حضرتك مين ان شاء الله؟ الباتشينو؟ لا مش للدرجات دي، مش للمستوى ده، انا المعلم حنفي برضه. اتفضل القضية كاملة بالسلامة يا حنفي. كده يا حنفي كده تسلمني للضابط يا حنفي. يلا مجنونة. مجنونة ايه؟ ولا يلا مجنونة. يلا يا هبلة خدوها بالسلامة بالسلامة حضرة الضابط. انا لازم اجي اخدم العدالة للاخر، انا بحب اخدم العدالة والحكومة. انا عايز ابلغ على الواد دوت بيبيع خرشوفه باشا وكل خرشوف. الناس عارفه كل الناس كمان تبيع خرشوف. والله بيبيع خرشوف يا حبيبي عشان كانت له. يلا يلا من هنا سيبونا بقى غرف ده، خلونا نعيش مع القمر دي. احنا اسفين للي حصل، معلش وليه مجنونه معلش، بس هعوضك يا جميل. اوعى سواق تطلع تحتيك نعمه او النبي نعمه. نازج انت عارفه كويس قوي انا بحبك قد ايه، وعارفه كويس قوي انا مهما قابلت وشفت انت بالذات دونا عن كل الستات اللي عرفتهم حاجه تانية. اسكت خالص يا سليم. انا تعمل فيا كده؟ انا تتجوز عليا؟ تتجوز عليا وكمان تطلقني؟ تفكر ايه؟ ده انا نازك السلاح دار اللي اتجوزت اكتر ما صباح اتجوزت، وعمر راجل ما خاني. وكمان ايه؟ تتجوز عليا واحده بلدي من الحسينيه؟ يا نازج اهدي ارجوك. لسه شفت حاجه يا اهل كده ولا كده؟ اقعدي كده ولا كده؟ ايه دي سكه السكه ليه كده؟ مفيش زباين غير كل ايه؟ ايه المسخره دي؟ يا اهلا يا اهلا. اتفضلوا حضراتكم هنا. اديني ده بينه اهبل ولا عبيط؟ انت ما تعرفش انت بتكلم مين؟ سيبه سيبه، يعني الطربوش واللسه والشغل ده كله مش بمننا انا عمده ولا ايه؟ اسمع يا علي، انا ادخل في اي مكان احب اقعد في اي حته انا بمزاجي اقعد فين، فهمت ولا لا؟ انا جاي عشان اقعد جنب الترابيزه الفوشيه اللي قاعده دهيا، شايف يا علي؟
شايف سليم البدري قاعد جنبيها قد السوبر جيت ازاي، وشايف هي زي حته الجبنه ازاي. لسه لسه شوف لنا حته نقعد فيها. يلا خلصنا. حاضر يا عمده، ده انت تؤمر يا عمده. ممكن اقول لك ايه؟ اقول لك ايه؟ ما الترابيزه ديت الوليده هي رافعه ايديها لوحدها كده وقاعده لوحدها، فما تقعدها لحد ما يجي الناس اللي هي مستنياهم ونقعد احنا على الترابيزه. ايوه يا عمده، بس ده قاعد معاها بني ادم. فين البني ادم؟ حته انها بتشاف حد. الوليده قاعده لوحدها وبتضحك لوحدها، انها مجنونه ولا ايه؟ حاج هي قاعده معاها حد؟ ايوه. سيب لا حول الله يا رب، لا حول الله، ربك بيخلق كتير. قفز يا ولي. حياتي النبي ما شفته، النبي ما شفته. السلام عليكم. وعليكم السلام. ظروفك باينه، انا هخلص معاك، انا هخلص معاك. تاخد كام وتسيب الترابيزه دي وتهرب من هنا؟ اخد كام واسيب الترابيزه؟ ايوه. هو انت شايفني رخيص للدرجه دي؟ ما تعمليش فيها شريف، اسمع الكلام. تاخد كام دلوقتي حتى انا اقدم، وتاخد البهيمه اللي معاك ديت وتقوم؟ انا ابويا وامي ما ربونيش على كده. تتكلم بجد؟ ابوك ايه؟ ابوك وامك ربوك على ايه؟ انا ابويا وامي ما ربونيش خالص. واضح. انا عايزك تروح تجيب اكله كده ترم عظمك عشان تملى عين الوليه. متشكر. املى عينيه هيخرب بيتك. متشكر جدا. سلامي. بقول لك يا عمر، اؤمر تجيب باكو تاني وتكتب عليها. باك هكتب على دي؟ انا هديك ورا ب 10 جنيه تجيب شيشه بلاستيك وتنزل عليها ضرب لحد ما بلاها صح. هي خرصه ولا مالها من ببلبه ليه كده؟ يلا يا ابن هند، يلا يلا. حقك يا عمر. كله الاول هم نفسكم وحب. فزي. مع السلامه يا اختي. متشكر. سلام. متشكر. مع السلامه. ايه الناس ده؟ هو ادي يا امليك، هو ادي يا زفت. والله قعدت في كافيه بعد قعده الترعه والزريبه عشان تعرفوا انتوا شغالين مع مين. يا نهارك اسود ومنيل، لا هتولع وانت قاعد على الكرسي جنبي. استغفر الله العظيم. تحب ناخد الاوردر دلوقتي يا عمده؟ تاخد ايه؟ الاوردر. ايوه كده، علي صوتك فاهم. الرجاله الباين دول شغالين مع مين؟ ايوه ناخد الاوردر. تاكلوا ايه يا جعانين يا بهاي؟ انا اكل ده كربات. ده كربات انت قاعد عند عميتك. استنى تقعد في كافيه يفهم ايه. انا هطلب لكم، مش هتفهموا حاجه. اسم هات لي الولا الاهبل ده، هو هات له اسمها ايه ده، هي سلمون. وهات له شريم، هات له شريم، هجيب لك شريم. وايت صوص ولا ريد صوص؟ استنى، ما اول مره يجي هنا. تاخده وايت صوص ولا ريد صوص؟ ها؟ لا ما فيش، ماهاش، هو ما بيحبش الصوص، ما تجيبلوش صوص. وهات له تاكل ايه يا ولد؟ ايه يا ولد دي؟ حد يقابل نعمه ربنا بالوش ده هو؟ ايه دي؟ انت جاي تقتل ولا جاي تاكل؟ افرض خلقتك خليك تطفح. هات له اسمها ايه ده، هي اللي اخدتها انا من يومين. ستروبري باركيه. ستروبري كيك. ستروبري كيك. اكلك استروبري كيك، بس هتاكل ازاي بالعفانه والشنب والقرب دوت؟ يا ما نفسي تولع وانت جنبيه. يا النبي، لا شوطه شوطه ولا مش انتوا حاسين بايه؟ ايوه لا شوطه صح؟ انا حاسس ان انا شوطه. نازك نزقت ده هي يا خرابي. طب وسيادتك هتاكل ايه يا عمدي؟ انا ما باكلش يا ابني، انا ما باكلش، انا باكل حب. بص قاعد جنبها زي العماره، عماره قاعده وجنبها حته ورده. ان شاء الله يولع ان شاء الله. ما تمشي بقى انت ريخ واقف فاتح بقه واسنانه اكتر من سنان البني ادمين العاديين. لاحظت ولا ما لاحظت؟ قتله؟ تقتل مين؟ كل كل بس. الله يخرب، انت مولود ازاي يا ابني بالكيش ده؟ مستحملاك في بيتك ازاي؟ ايه دي؟ ما خدتش المشروب بتاعك ليه؟ ما بشربش حاجه، انا ما بحبش لا مشاريب ولا زفت. انا جاي للصلاح دار، جاي للمبه عيله الصلاح دار. وقتلك ليه؟ انا مش هقتلك ولا حاجه، انا ساعتها هجوز اول كلب يعدي قدامي دلوقتي. قلتيها اخيرا. مساء الخير يا نازج القلب والروح. انت تاني؟ ياه انت ايه يا سليمان، ما بتيأسش؟ لا ما بيأس يا اخوي، وراك وراه ان شاء الله لحد ما فليسك ما خليكش تملك علبه كبريت. تبقى بتحلم يا سليمان. سليم عشان حد يفلسه محتاج سنين وسنين. طب بذمتك انت لو راجل بتحس وبتفهم يبقى دي الحوار الدائر دلوقتي، وقاعده معانا ست الناس الالمظايا ده هي. لكن انت هتحس منين؟ تخنك قالب على سيدك دايس على مشاعرك، هتحس منين انت؟ اسكت بقى، بعدين بعدين. وحشتني يا نازك. انت باين عليك اتجننت يا عمده. طبعا اتجننت، ومين يشوفك ما يتقش طلقه في راسه؟ ايه؟ مين بيشوفك وحواجبك ما تلعبش لوحديه؟ يا خبر اسود. تصدقي تصدقي انت احلى من ايه بالنسبه لي؟ ايه احلى من احلى لحظه في عمري بقضيها؟ يعني عارفه ساعه الاوالح بتاعت الدوره لما بتولع وتعمل كده ركيه نار وعليها براد الشاي تحت النخله كده في العصاري؟ انا بحب اللحظه دي، انا ضحيت باللحظه دي لاجل العيون دي. اوالح؟ ما تحترم نفسك يا راجل انت وتحترم سنك. ايه اوالح مولعه دي؟ ايه ما تعرفش اوالح مين مولعه؟ وبعدين انت بتتكلم ليه اصلا؟ ايش اخشاشك؟ انت قاعد معانا على الترابيزه، قوم غور في اي دايه من هنا. انا اللي قاعد ليه؟ ايوه القعده بقت سريه وخاصه، بقت ما بين العمده
وست الكفر. ياي ست الكفر. ايوه ست الكفر والفدادين والترع والملك ده كله. ايه ست الكفر دي بأمارة ايه بقى؟ ان شاء الله بأمارة انها هتبقى مرات العمده. انت بتحلم يا عمده. انا وسليم صحيح متطلقين بس خلاص قررنا نتصالح ونرجع لبعض. ترجعي ليه؟ هيفيدك بايه؟ اتغرتي في طربوش ولا البدله اللي لابسي هتعملي بيه ايه؟ وبعدين التخان مضرين في الجواز ومتعبين. اسمعي كلامي. فعلا؟ ايه شوف العصفوره اللي قدامك يتحرك في الدار كده ما تحسيش بيه، ده متعب وهتعينك في الصيف قوي بتخنق ده. اسمعي كلامي، ده لو صيفت بيه يتقبض عليكوا على البلاد. ده البس مايوه دي، شوفيني انا في المايوه، شوفيني شوف عودي. اسمعي كلامي. وبعدين انا بالنسبه بالجواز مش مكلف، انا متر ونص اعمل جلابيتين، روحي اشتري له 40 متر بقى عشان تستري لحمه ده هو. اسمعي كلامي، اسمعي كلامي يا نازي، انت بتضحكي عليه بعض قدام، ولو هو قادر يرد عليا يرد. اسمعي كلام، السلطه حلوه يا بنت الناس. بقولك يا سليم ما تزعلش نفسك، سيبني انا. متر ليه متر؟ احنا كنا حلوين لسه. اوامرك يا هانم. انتوا عاوزين نيجي عندكم هنا مره تانية ولا لا؟ ليه يا هانم، في حد زعل سيادتك ولا حاجه؟ الاستاذ اللي قاعد ده احنا ما نعرفوش، ما شفناهوش، ما كلمناهوش، ومع ذلك قاعد هنا وسطينا. معقوله العمده زعلك يا هانم وسيادتك ما تعرفهمش ولا حاجه؟ بس يا ابني ايه الرغي ده؟ هو حياه النبي حياه العمده يا ابني، قولي لي مره واحده سلامونتي وانا ام البيت. وبعدين بقى؟ ولا بعدين ولا قبلين. سلامونتي سلامونتي، عايز التخين دي يسمعها والنبي لا تفرسيه وتقوليه. لا ده مش ناوي اجيبها البر بقى النهارده. يعني هتعمل ايه؟ اديني قاعد ومش ناوي اجيبها البر. وريني هتعمل ايه بطربوشك ده هو. قوم يا سلامونتي قوم بقى. والله انا كنت ناوي يعني اضرب العره اللي قاعد جنبك ده هو، بس انا هقوم وانكبس بمزاجي. احاسب لك يمكن الافندي اللي معاك الفندس. ميرسي. تسلمي تسلمي. السلام عليكم يا ريخي. مع السلامه يا اخي. الله يسلمك. السلام عليكم يا ست الناس. وانت حسابك معايا. هيا يا عمدي، سبع ولا ضبع؟ ولا ده سؤال يا ولي. اكيد خلص معاه. خلصت معاه؟ هو انا من نقكم وشؤمكم عليا ونظره عينك المرعبه ده هي هكسب في حياتي ربع ساعه؟ ايه النحس ده هو؟ انا غلطان، انا غلطان اني جبتكم من زريبه الحلاليف وشغلتكم معايا. ايه يعني الوزه صارت؟ صارت. طارت منين يا ولد؟ انا العمده. استنى عليا شويه. سليم؟ ايه ده يا سليم؟ انت بتخدعني؟ حلو قوي، يبقى انها هتولع يا ولد. يا رب الولاده دي تولعها ويلعب نار. تقول لها انا مين؟ انا الاميره نورهان مرات الباشا. مراتك؟ هب. انا عايز اسالك سؤال، ما جاش في بالك وانت بتوصف الراجل اللي هتتجوزيه غير الكلب؟ ايه دي؟ هزقتيني وخلتيني انهوى قدام الغفر بتاعني. وصفيني مثلا باسد، بجمل، بديناصور، اخش ضارب عليكوا نار كده واشرفك. بس معلش تهون الهواوة عشان عيونك يا قمر. تتجوزني يا سليمان؟ صراحة انت فاجئتيني. اديني شهرين ثلاثة افكر. ايه؟ هو دي اللي انا كنت عاوزه. لعلمك انا ما كنتش جاي عشان اتجوزي، كنت جاي عشان اخلي سليم يهوهر في اخر حياته. سلام عليكم. يا كلب يا جذبة. انفسيب. استرها يا رب. يا رب ما تتقتل في الولاده يا رب. اقوم بالسلامه. اهدى بس يا عمدي. اهدى ايه ونيله ايه؟ انت مش عارف ستك نازك، ستك نازت من العيال الفرافير دي بتاعت الخرم فليكس والحاجات دي، ما تستحملش الحزق والولاده. الولاده دي حاجه بسيطه، اسال نازي. انت جاي تستظرف ومراتي بتولد. بقول لكم ايه؟ انا اسود لحظه عندي دلوقتي موتراني ومجنناني ان انتوا الاثنين معايا. سيبوني في حالي بقى وشكوا شوق، ما انا خايف تخلف بورص. احنا ايه يا عمدي؟ احنا حضرنا كل ولادات عيال، انت نسيت ولا ايه؟ لا ما نسيتش يا اخويا، كلهم طلعوا عيال منظورين، اللي عينه معهوفه واللي راسه مقلقسه كده واللي طالع اهبل مش فاهم حاجه. ابعدوا عني، ابوس ايديكم، عايز خلفه نضيف. يلا غور من هنا. دول عيال. يلا غور من هنا. غورهم. النبي يا رب ما تتخنق في البنك. نجيها يا رب، نجيها يا رب، استرها يا رب. يا دكتور انت خارج تشم هوا في البلكونه، ما تطمني مراتي عملت ايه؟ اهلا اهلا عمده. احنا لسه هنتعرف، قول لي الست جابت ايه؟ مبروك، جبت بنت واسمها زهره. طب بنت وعرفناها، نعمه من ربنا. ومين اللي سماها زهره ان شاء الله؟ اداره المستشفى هي اللي سمتها. اتصلت النبي؟ ايوه، ده اوفر من المستشفى. المولود معاه اسمه مجانا. اوفر ايه ونيله ايه؟ انا الاب وانا اللي اسمي بنت يا ناس. دي بنت خالية المستشفى، وقسما بالله انا ما اقدرش اغير اسمها. والله العظيم ما تقدر تغير اسمها. خلاص متشكرين يا رب. بنتي اسمها زهر، نعمه من الله.
الحمد لله. وطمنا على صحه البنت، نازله حلوه كده؟ البنت بسم الله ما شاء الله عليها، بس خير. بس خير. عندها عيب خلقي ما اقدرش اعمل لك حاجه فيه. نعمه من ربي. ايه هو العيب؟ البنت هتعيش في اول فتراتها بشكل طبيعي وكأنها آثار الحكيم. آثار الحكيم؟ وبعدين؟ في فترة هتتعرض لحوارات، حركات، تغيرات هتخليها بالتبعية تبقى إلهام شاهين. إلهام شاهين؟ إيه دي؟ وأنت دكتور ولا عراف؟ ليه بس كده يا رب؟ يجي لي بيت تعيش معاها على إنها آثار وأحبها وأحضنها وفجأة تبقى إلهام؟ إيه اللخبطة دهيا؟ إهدى يا عمدة، إهدى. هتعترض على إرادة ربنا؟ اللهم لا اعتراض يا سيدي، اللهم لا اعتراض. في حاجة تانية يا سيادة العراف؟ لا يا عمدة، تقدر تستلم المولود اللي اسمه زهرة، اللي هتتحول تبقى إلهام شاهين. لا، آثار الحكيم. والله اللي اتلخبطت من بنتي لحد من دلوقتي متلخبط فيها. احنا متشكرين ليك قوي، متشكرين. الحمد لله، الحمد لله، الشكر ليك يا رب. تيجي تتحول تتنقل، المهم تبقى بنتي مالية عليا دنيتي. I'm not afraid.
احنا فين هنا؟ ايه يا دكتور؟ انا متهيألي ان القتيل بلع بالونتين ودبدوب قبل ما يقتل. بالونتين ودبدوب قبل ما يقتل. الجثة دي اتنقلت من مكان الجريمة الاصلي، بس انا هوصل. كلاشينكوف 819. حاسب يا فندم. كان شرس، اسلحة دمار شامل وعنيف. يا هانم انا مقدر مشاعرك، بس عايزك تتماسكي وتتملكي اعصابك شوية علشان تجاوبي على اسئلتي كلها. انا يهمني اعرف مين اللي قتل ابن حضرتك، ومين حط الدبدوب في بقه. تعرفي ايه عن الدباديب؟ الحقيقة انا عمري ما تدخلت في دباديب ابني، بس اللي عايزها حضرتك تعرفه ان ابني اكس ما كانش طفل عادي، كان بطل. بطل في الدباديب يعني؟ بطل حضرتك بتستهتر بكلاميني. ايوه كان بطل، ومن عيلة كلها ابطال. ابطال؟ طب يا ريت تحكي لي كل حاجه عن اكس وعن عيلته، ولو في دباديب في السكه كده جت احكي برضو عنه. للاسف ما بقاش في دبدوب واحد. اكس كان جده الكبير قائد عظيم، اظن حضرتك سمعت عنه، القائد مدحت الاول. مين مدحت الاول؟ هاتوا الزفت ده. يلا يا مدحت. حضرتك مالكش مدحت ايه؟ لان في اربعه مدحت في الدفعه. يلا يا مدحت ما تستهبلش. يلا على فين حضرتك؟ يلا عشان عندنا حرب. حرب ايه؟ وليت ايه في الجو النار ده؟ ده انا مسلخ من تحت الحاجات البلاوي دي. استنوا الويك اند، قالوا الجو هيبقى لطيف. يلا يا مدحت مفيش وقت. ارجوك لا، نفذ الامر يا مدحت. ارجوك ارجوك عافيني ارجوك، انا بخاف، بكره الصحراء وبكره الحصنه، وبعدين السيفتي ايه جدا جدا، والبتاع دي معصباني. ارجوك عافيني، نفذ الامر يا مدحت. حضرتك انا دخلت غلط، انا كنت كاتب في رغباتي فنون جميله، اقسم لك بالله. انت مطلوب بالاسم. انتوا عندكم 4 مليون جيبه، اشمعنى انا ابو سيده؟ انت مشهور عنك الدهاء والذكاء. بالعكس انا غبي غبي جدا. ما تقولش على نفسك كده، انت جميل. وانا خطيبتك، ارجوك عافيني عافيني. يلا يا مدحت بقى، يلا انت اشطر واحد هنا. يا حاضر اقنعي وافطر حد غير من فضلك. يلا بقى اتفضل يا مولاي. مساء الخير. قالوا لي عنك حكايات واساطير. كله اشاعات، اقسم لك كله اشاعات يا فندم. ايه الكلام ده؟ قالوا لي عنك انك محارب. يا فندم محارب ايه؟ انا اصلا مش مقتنع بالفكره، سوري يعني، خلينا نتكلم فير. ازاي احنا نترمي في المعركه عشان حضرتك تدافع عن العرش؟ عرش ايه؟ مش لوجيك الموضوع، سوري. ايه الكلام ده يا عسكري؟ سوري يا فندم. نفذ. حاضر يا فندم. نفذ يا فندم. حاضر. سيب بس. نفذ. سيب لحضرتك حاجه من يلا مقتنيات الدوله بس. يلا. حاضر يا فندم. بقى عصبي قوي. يلا. الفت، هات البنات وتعالي ورايا. حضرتك يا فندم متاكد ان انا هروح للراجل ده؟ اوكي اوكي. حضرتك قائد يعني مرتاح، وجندي من جنودك رايح للراجل ده؟ طبعا. اوكي ميرسي، كان نفسي اسمع الجمله دي، ميرسي قوي. يلا. هولفت. ايوه. اوكي اوكي. يلا يا مدحت، يلا يا بطل. لا حضرتك مش محتاج ان انت تزوم، يعني الحاجات دي خليها للناس التافهه. انت بسم الله ما شاء الله. ايه ده يا ساتر يا رب، ايه اللي بيحصل؟ يا ما تحصلش الا النهارده. اوف، تقلبات تقلبات تقلبات. ايه ده؟ هجوم.
جينات البطولة لفرع العيلة اللي كان في ألمانيا إبان الحرب العالمية الأولى. هو إكس ليه أصول ألمانية؟ أوهو طبعاً، هم أصلاً من جلاند بروخ بيشتيه، وجده الكبير الرادي فالر كان له صوالات وجوالات في الحرب العالمية. رودي فولر كان لعيب كورة. تشابه أسماء. ريالي والدنيا خربانه بره. يا عم اسكت بقى، يعني احنا لو قفلنا التلفزيون الحرب هتقف قاعد يا انت بقى وادرس القوي. ها يا دي بوزك الفقر والنحس او زبط القطع. شفت مش قايل لك الاريا اللي انت جابه خربانه حلواني؟ اطلع على العدل بسرعه يلا. لا 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 لا، لازم تعمله الطيق قائد. لازم اعمله انا؟ امنه ظهري. اخبار بره ايه؟ الجيش منتشر تمام؟ تمام كله تمام؟ تمام الحمد لله. الجو حرقه النهارده. ايه ده فيها؟ ايه ده ده حلواني؟ ما انت تبعنا من الجيش بتاعنا؟ ايوه. طب شوف اسر سافر امشي قدام منه. بس ده تبعنا. ايوه بدل واد ابراهيم عليه 200 جنيه خلصنا حلواني. يوبا يلا يلا قص يا رب. الجيش منتشر ها؟ كله تمام؟ يا جدع عندي اول حرب ليا ومش العب اللي حصل يا حلواني؟ ايه اللي حصل؟ احنا بنتهزم ولا ايه؟ بنتهزم مين؟ ده احنا متقدمين. متقدمين ايه؟ امال هتاكل الكود دي جرافيك ولا ايه يا حلواني؟ يا جماعه الحرب اللي فاتت امي واختي وبنت خالتي وبنت عمتي وكل الستات اصحاب امها. دي ما كانتش حرب، دي كانت حنه يا حبيبي. ابعد يا واد ابعد يا واد. ترزق معانا ريال معانا ريال معانا ريال. الله وده كمان يا نهار اسود دلوقتي سايد. يلا هنا ب 60 ده كان نصاب. حط الاريال فين؟ هنا قائد. ما تقوليش قائد، دي ما بحبش الكلمه دي. ماشي اطلع ربيع. يلا حاطط السلك فين يا حلواني؟ السلك فين يا حلواني؟ السلك فين يا حلواني؟ ايوه اقعد افتكر لحد ما يجي لي صاروخ في اورتي. اخلص افتكر ربيع. معانا ريال معانا ريال. حاضر توكلنا على الله. خطوني ها؟ يلا شيلوني وحدوني. ايه يا عم انت بتشيان؟ انت بتطول عليا يا حلواني. ارفع ارفع وحدوني. خلي بيتك حلواني 100 متر سلك. حلواني ايوه حلو كده. طب ازعقش وركز معايا كده حلو. انت كمان جايب بصوره طريه قوي حلواني في وسط الحرب. ها حلو قوي. اثبت على كده. بسم الله ما شاء الله. الله يبارك لك يا حلواني. ايه الاريال ده؟ انت عدو؟ عدو ده كلام برضو مع عدو ولا الشيطان؟ لا ده احنا حلوين قوي كل ده. اهو انت سيبك من الحرب والكلام ده. بتقدم يا ربيع. ممكن نتفاوض؟ طبعا نتفاوض ونتشاور. وقبل اي حاجه كل شروطك انا موافق عليها، بس شويه بس ثانيه هننظف المنطقه عشان التفاوض ده لازم يبقى على رواق. صح ايوه كده. شكلك شقيه حلواني. انا خاين. الله يرحمك يا روجي يا فولر ويبشبش الطوبه اللي تحت راسك. كان بطل بطل بطل. انا ما فهمتش حاجه من الحواديت دي كلها. علاقتها ايه باللي حصل لابن حضرتك؟ هو انت حضرتك بتشمر ليك امامك يعني هتضربني؟ ما انا بتكلم من غير اي ضغوط. الصراع في كوكي بارك زاد جدا وده اتسبب في مشاكل كتيره قوي، وانا حذرته ايام حذرته، بس هو كان للاسف دماغه ناشفه جدا. كان بيعمل ايه في كوكي بارك؟ بص بقى انت بتعمل ايه؟ يعني كان بيعمل ايه؟ كان بيتفسح ولا كان بيلعب مع الدباديب؟ كان شريك طبعا، شريك في كوكي بارك قبل ما يتقتل، والشراكه دي للاسف اتسببت له في مشاكل كثيره. حلو قوي. مشاكل كثيره مع مين؟ شكلك فرحان في المشاكل. انا هحكي لحضرتك. احنا في يوم من ذات الايام كنا قاعدين في الفيلا، لا بينا ولا علينا، فجاه طبوا علينا. حلو قوي. كل شيء بقى واضح. يعني حضراتكم
جايين وبتستظرفوا عليا وبتهددوني جوه بيتي وفي الجيم بتاعي. يهددك ايه يا اكس؟ احنا يا دوب بس جايين نوعيك. لا يا حبيبي، لا يا قمر، انا واعي كويس قوي. انتوا شركاتي انما الكوكي بارك انا اللي بادرها، فهمتوا؟ انا اللي بادرها، مش هسمح لاي حد يتدخل فيها. ولما اقول الدوده السحريه تتلغي يعني تتلغي. ايوه بس الدوده السحريه لو اتلغت هنخسر كتير. مالكش دعوه يا حبيبي، مش هنخسر حاجه. المكنه ما كانتش بتتشحن وانا مش عايز اتكلم كتير. خلصنا؟ واضح انك مش مقدر عواقب اللي انت بتعمله كويس يا اكس. انا مقدر كل حاجه واللي عندكم اعملوه اعملوه. يكون في علمك بقى ان في اشاعات بتقول ان انت عامل صفقه كبيره مع شركه كيو الصينيه. دي اشاعات مغرضه يا حبيبي انت وهو عشان يضروا سمعتي في المراجيح. يكون في علمك انت كده بتدبسنا في صفقه مراجيح جديده. تتدبس تتحرق تسمعوا كلامي وخلاص. وبعدين انتوا خدتوا وقت الجيم بتاعي بصراحه. يلا يا ابني هنا، يلا يا تفاوي من هنا، يلا يا احمد بره. شفت الفيديو اللي نزل على اليوتيوب لإكس قبل ما يتقتل؟ فيديو لإكس؟ نزل امتى؟ اهو لسه من نص ساعة. بص بيبي. اموت 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 ولا عيش مايس.
انا والظلم لا دونت ميكس, انا والظلم لا دونت ميكس, انا والظلم لا دونت ميكس, انا والظلم لا دونت ميكس. الكابتن اكس I'm Duff McKellen X. Captain X. I'm Duff McKellen X.